مشاهدينا الكرام، مرحب بحضراتكم معنا في هذا اللقاء بالغ الأهمية. والحقيقة أنه ضيفي العزيز تولى المسؤولية في الفترة الأولى، في فترة كان فيها الاقتصاد المصري بيمر بظروف وتحديات كبيرة جدا، ووضع على عاتقه مسؤوليات كبيرة. تولى المسؤولية في نوفمبر 2015، وعقب ذلك بدأت إجراءات الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويمكن تجلت في القرار الذي اتخذ في نوفمبر 2016 بتحرير سعر الصرف وما تبع ذلك من تأثيرات وتداعيات. ولكن في الفترة الأخيرة تابعنا جميعا الإشادات الدولية بالتطور الإيجابي الذي شهده الاقتصاد المصري، خاصة بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي. والآن ونحن يعني نتشرف بوجود سيادته معانا النهاردة في هذا اللقاء بعد تجديد الثقة وتوليه لفترة ثانية، يسعدنا أن نرحب بسيادة السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي. برحب بحضرتك معانا يا فندم، وفي البداية ألف مبروك على الدورة الثانية أو التولي الثاني في نفس الموقع يا فندم. بداية أنا عايز أبدأ من هذا القرار بتجديد الثقة مرة أخرى، ويمكن ما شاء الله الإشادات الدولية اللي صدرت مؤخرا حول ظروف الاقتصاد المصري من جهة، ومن جهة أخرى الجوائز اللي حضرتك حصلتها عن هذه الفترة وما تم من إنجازات. كيف كنت تشعر قبيل اتخاذ قرار بمن سيكون محافظ البنك المركزي؟ هل سيتم تغييره أو سيتم تجديد الثقة؟ متشكر قوي على اللقاء أستاذ رامي. هو طبعا في المسؤوليات دي هو المهم دايما بتبقى مصلحة الدولة يعني. صحيح. وأنا عملت 4 سنين اللي فاتوا، وطبعا كانت فترة ثرية جدا، وطبعا وجدت أنه المصلحة العامة هي الأساس، زائد أن البنك المركزي مؤسسة قوية وعريقة، ويعني فيها من القدرات والكفاءات الكثير. يعني هو أنا لا أعمل لوحدي هنا، فيعني أنا المهم كنت مطمئن أن إحنا عبرنا مرحلة صعبة، وأن البلد عدت من أزمة إحنا كنا حقيقة يعني في قلق كبير في هذا الوقت. نعم. ومرت منها بنجاح كبير، مما أدى أن إحنا النهاردة بقينا في حالة نفسية مختلفة، في ارتياح كبير للأوضاع، للاستقرار البلد، وحاسين انه النهاردة نقدر ان احنا نقول ان البلد يعني تتجنب الصدمات، مش هتجيلها بقى ان شاء الله صدمات مرة اخرى، وان احنا بقينا مجهزين ان احنا نقدر ندافع عن الاستقرار ده بما لدينا من موارد يعني. فالحمد لله طبعا كانت فترة صعبة ولكنها كانت ثرية، ولكن هي كان فيها المنظومة كلها اشتغلت بكفاءة كبيرة. يعني لازم نعرف ان اللي حصل ده كان اساسا عامل، العوامل الموجوده في قطاعات كتير ادت الى ذلك. ما كانش مجرد الناس بتقول قرار تحرير سعر الصرف وكده، لا، هو المواضيع اعمق من كده. احنا الاستقرار رجع بسبب، اولا احنا كان عندنا مشكله في السياحه بسبب سقوط الطائره، ولما موارد السياحه انحصرت جامد جدا، نزلت تقريبا بأكثر من 75%، دي كانت ضربة قوية لنظام النقد الأجنبي في مصر، وعملت اختلال في موازين ميزان المدفوعات المصري، وأثرت على الأسواق. فعملية الأمنية طبعا بالتالي أصبحت واضح أنها مهمة جدا. فالعمل الأمني من الأجهزة السيادية المسؤولة عن تأمين الدولة وإعادة الاستقرار، الاستقرار اللي حدث في الفترة اللي فاتت، لازم ان احنا على كافة لازم نقول ونعترف انه يعني اولادنا اللي ضحوا في سيناء وهنا وهنا من الشرطه والجيش، ده كان هو ده مجهودهم، ودي تضحياتهم. نعم. في اوضاعنا النقديه والاقتصاديه ده اولا كان جزء كبير منه. ثانيا السياحه عادت، واعتقد وزاره السياحه اعلنت انه ارقام السياحه العام الماضي 12.6 مليار دولار، اعلى رقم في تاريخ السياحه في مصر. صحيح. فده هو يعني ده المؤشر. وبعدين الحاجه الثانيه انه القطاع في قطاعات عملت بلاء جيدا جدا. عفوا مقطع سيادة المحافظ، احنا هنتكلم طبعا عن هذه القطاعات بالتحديد، بس عايز برضو ابدا وانطلق مع حضرتك. احنا النهارده في يناير، نفس الشهر ده من سنتين كان بدا التاثير المباشر لتحرير سعر الصرف.
فمن معدلات التضخم اللي ارتفعت كانت قاربت ولمست ال 30%، من قيمة العملة انخفضت بشكل كبير جدا، وبقى يعني القيمة الحقيقية بدأت تظهر، وشفنا تطور إيجابي منذ بداية 2019 وحتى نهايته. ولكن إذا عدنا إلى الخلف في يناير 2017 مع التداعيات المباشرة لتحرير سعر الصرف، كانت رؤية حضرتك في هذا التوقيت إيه؟ وخصوصا وأنه رأينا بعض الاقتصاديين ورجال الأعمال والمستثمرين بعضهم كان بيرى أنه هذا القرار الصائب في التوقيت الصائب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 16، والبعض الآخر كان بيرى أنه كان يمكن اتخاذ القرار في وقت لاحق أو غير ضروري اتخاذ هذا القرار. فحضرتك قراءة حضرتك للسوق المصرفي في مصر وهذه التداعيات إيه في الفترة دي؟ هو طبعا احنا حضرتك عارف ان احنا اشتغلنا في البرنامج مش لوحدنا وعملنا مع خبراء في العالم كله، لان ده طبعا مصير اقتصاد بلد. صح. وشفنا تجارب اخرين دول اخرى. احنا كان عندنا نموذج عاملينه للاقتصاد على مدى الخمس سنوات بعد تحرير سعر الصرف. المعروف انه بعد تحرير سعر الصرف ان ده اللي بيحصل اول طفره في اسعار الصرف، وبعد كده بيرجع ينحسر ويستقر عند المستويات الطبيعية اللي هي كانت مفروض تكون. ففعلا هو فعلا سعر الصرف الأول زاد زيادة كبيرة، وبالرغم طبعا ان ده عمل قلق وانزعاج للبعض، لكن احنا ومعانا الخبراء في البنك المركزي والصندوق النقد الدولي كنا عارفين احنا متوقعين ان ده هيحصل، بس هو الموضوع كان عايز شوية أعصاب. احنا كانت أعصابنا كويسة لان احنا كنا عارفين ان ده يحصل، وفعلا يعني احنا كنا وصلنا لسعر 19.75، احنا النهاردة اقل 4 جنيه. فهي الامور بس بتاخد وقتها، وساعات الناس ايه ما بتقدر ما عندهاش ايه الصبر شوية من لانه ده اقتصاد ومحتاج شوية وقت، واحنا بصراحة ما خدناش وقت كتير. اما الطفرة برضو اللي حصلت هي كان فيها ميزات، يعني كانت مطلوبة لانه احنا كنا عايزين، وكانت الناس بتنادي ان احنا نقلل من الواردات السلع الترفيهية والسلع الكمالية عشان الصناعة المصرية عانت. فالزيادة دي حققت هذا الهدف، خلت الواردات قلت من 76 مليار دولار الى 59 مليار دولار، يعني قلت ب 17 مليار دولار، ودي كانت فجوة الدولار اللي موجودة في السوق المصري. فبالتالي الزيادة دي ظبطت هذا الخلل، ابتدت تعمل التصحيح. بقى ابتدى يحصل التصحيح حصل اكتر السنة دي 2019. ليه حصل في 2019؟ هو كان المفروض يحصل 2018، بس 2018 حصلت ازمة في العالم في الاسواق بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. صحيح. الازمة دي كان ليها اثار، بس هنا المجتمع ما حسش بيها لان احنا كنا الحمد لله بنينا احتياطيات دولية. لكن في هذه السنة احنا فقدنا اموال كتيرة خرجت ومحدش شعر بيها، وبعدين عادت هذه الاموال في اوائل 2019. فتصحيح سعر الصرف حدث في 2019، كان مفروض يحصل في 2018، اتأخر بسبب السياسات النقدية في الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي. عفوا يا فندم، كان نسبة تأثرنا قد ايه؟ لانه لو حتى بصينا على مدار 2019، الحمد لله ظروف الاقتصاد المصري كانت في معدلات النمو كانت طيبة، المؤشرات كلها كانت في اتجاه مبشر وايجابي، انما كانت ما زالت الحرب التجارية مستمرة ما بين الولايات المتحدة الامريكية والصين، معدلات النمو العالمي في يعني اقل المعدلات بالنسبة مقارنة بالسنوات الماضية. الى اي مدى ده كان ليه، او بنسبة قد ايه كان ليه تأثير على ظروف الاقتصاد المصري؟ هي اكبر اموال في العالم هي اموال صناديق الاستثمار، هي اكبر اموال، مش البنوك الدولية. دلوقتي ما اصبحتش البنوك الدولية هي اللي بتستحوذ على الاموال الضخمة، صناديق الاستثمار العالمية، صناديق التأمينات وصناديق الادخار إلى آخره. فهو أول ما بيحصل مخاطر في السوق الدولي بسبب خلاف بين قوتين كبار، أول ما بيحصل مخاطر الأموال بتروح إلى المكان الآمن. هم عندهم المكان الآمن هو الولايات المتحدة الأمريكية. فالأموال والسيولة بتنسحب من الأسواق جزء منها ويذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فإحنا انسحب من عندنا في 2018 مبالغ كبيرة، لكن قدرنا إن إحنا نوفر. فهو احنا دلوقتي اصبحنا جزء من النظام العالمي، فان احنا سوق مفتوح، اسواقنا التجاره الحره بتاعتنا، عندنا اتفاقات تجاره حره مع اوروبا مع دول العالم، فاحنا اصبحنا سوق مفتوح. فعشان كده احنا هنا في السياسه النقديه وفي اداره الاستقرار المالي للدوله والنقدي
بنتابع دايما المتغيرات بره وبنحتسب لها وعاملين لها احتياطيات زياده. احنا كان عندنا عجز في ميزان التجاري البترولي، يعني العجز بين اللي بيدخل لهم بالعمله الاجنبيه واللي بيصرفوه اكتر من 3 مليار دولار، 3.7 مليار دولار. احنا النهارده عندنا فائض في ميزان البترولي، فمعناه انه حصل 4 مليار دولار في السنه زياده في ايرادات قطاع البترول والغاز. حتى وارداتنا من الخام انخفضت، صحيح، وواردتنا من الغاز بقت صفر بعد ما كانت اكتر من 3 مليار دولار في السنه. فادي قطاع تاني ساعدنا في استعاده الاستقرار النقدي وبناء الاحتياطيات. فالاحتياطيات اتبنت لانه في قطاعات حقيقيه اشتغلت وعملت نتائج. عندنا برضو القطاع اللي هو تحولات المصريين في الخارج، دي حققت نتائج برضو كبيرة، ودي نتيجة ثقتهم في السياسة النقدية. صحيح، احنا كنا محتاجين تحكم في قواعد تحويل النقد الأجنبي، كنترولز. الأسواق لا تدار بالتحكم، المفاهيم بتاعت الأسواق اللي بالتحكم هي مفاهيم اللي هي أسواق الاشتراكية زمان، وده طبعا ما بقاش دلوقتي في العالم. الأسواق بتهرب من أي أسواق فيها تحكم، لأن أنا مستثمر هدخل الأسواق اللي أقدر أتعامل فيها بسهولة وأقدر أخرج بسهولة، لكن لو لقيت في مصر أن أنا مش قادر أخرج بفلوسي أو توزيعات أرباحي يبقى أنا مش هروح فيها. صح، وده كان أحد القرارات اللي احنا خدناه من 3 سنوات ويمكن برضو اتهاجمنا فيه. لكن هو ده طبعا خطأ كبير، الاعتقاد أن احنا نقفل على التحويلات ونعمل تحكم أنه ده هيجيب لنا فلوس، هو بالعكس بيؤدي إلى نتائج عكسية. فالأموال جت، فتحويلات المصريين اللي هي كانت تقريبا 12 مليار دولار في 2010 النهارده قرابه 26 مليار دولار. وحقيقه انا اعتقد ان هي اكتر من كده، لانه في جزء احنا مش بنحسبه اللي هو بيجي مع الركاب في جيوبهم كاش، بيجي نقد. فطبعا احنا بنحسب التحويلات اللي بتدخل من البنوك. اللي بيجي نقد مع الركاب هنقدر نعرفه ازاي؟ بنعرفه من انه بيجي يحطوه في البنوك او يبيعوه في البنوك، فالبنوك بترجع تصدر النقد ده بره. طب صدرنا نقد كاش دولار كبنوك قد ايه الثلاث سنين اللي فاتوا؟ 36 مليار دولار. يعني كل سنه 11 12 مليار دولار. يبقى تحويلات المصريين هي اكتر من كده كمان. فاحنا برضو ارقامنا احنا في الدوله اكبر من احسن من الارقام المعلنه. الناتج القومي في سوق غير رسمي مش داخل في الاعتبار، ده لما يدخل في الاعتبار وده اللي بنسعى عليه هنلاقي ارقام الناتج القومي مختلف. طب عفوا، يعني في المنطقه دي برضو ده جزء مهم جدا وهو القطاع غير الرسمي في الاقتصاد، ويمكن اطلاق برنامج الشمول المالي كان احد اهدافه هو ضم هذا القطاع بالفعل للاقتصاد الرسمي. إلى أي مدى قدرنا نحقق بعض الخطوات الإيجابية في هذا الإطار اللي ساعدنا فيها برنامج الشمول المالي؟ احنا بدأنا بس احنا في البداية. يعني احنا لازم برضو نبقى احنا صرحاء، احنا في البداية، لكن وضعنا الخطط ووضعنا الهيكل التنظيمي لهذا العمل، لأن ده عمل كبير الشمول المالي، وعمل بيتطلب تعاون بين الوزارات الحكومية والبنك المركزي ووزارة مختلفة، وزارة العدل ووزارة الداخلية إلى آخره، لأنه إحنا بنحول الموضوع إلى رقمنة وبنحاول نطور أساليب التعامل مع الأسواق عشان تبقى أكثر كفاءة وأرخص والخدمات تصل إلى وأنشأنا المجلس القومي للمدفوعات، بس عاملين فيه تطور كبير. جميل. طيب ميزان المدفوعات اتكلمنا فيه في تحويلات المصريين في الخارج، قطاع السياحة، قطاع النفط أو البترول والغاز، ايه القطاعات اللي كانت مؤثره ايضا؟ لانه البعض بيقول قناه السويس مثلا. قناه السويس مثلا، قناه السويس يعني مشروع قناه السويس الجديد مشروع بالارقام. انا طبعا بنك مركزي انا مش مسؤول عن القطاعات دي. بس انا الفكره ان احنا الارقام كلها بتيجي البنك المركزي وهو اللي معني بنشر ارقام ميزان المدفوعات عن الدوله المصريه. فارقام قناه السويس يعني كانت في 2015 5 مليار و120 مليون دولار، دي ايراداتها. وفي 2016 كانت نزلت ل 4 مليار و900. طبعا بتتاثر بالاحوال الدوليه. صحيح. 4 مليار و945 مليون دولار. 18 19 حصل وصلت ل 5 مليار و730 مليون دولار. يعني حصل زياده
800 مليون دولار سنويا في ايرادات قناة السويس. ويمكن لو يعني التجارة العالمية كانت في شكلها الطبيعي كانت الارقام دي تبقى اكتر من كده. بالظبط. فده معناه بنتكلم على 13 مليار جنيه زيادة في السنة. طب هو المشروع كلف كام؟ يعني معناه المشروع جاب مصاريفه في 3 سنين. فيعني ادي مثلا شيء من الواحد بيأسف انه الناس بتتكلم كلام مش دقيق عليه. وبعدين يعني احنا عايزين نحاول نبني والعمل الكويس يعني احنا نشجعه، لانها يعني بلدنا ما ينفعش ان احنا برضو نتكلم عليها بالطريقه دي. ففي ناس غير مسؤوله برضو بتقول، لكن هي دي ارقام رسميه منشوره اكوردنج للاس دي دي اس الميزان المدفوعات المصري طبقا للارقام الدوليه ومحققه من كل مؤسسات بره. فعامله نتائج كبيره. عمرنا ما وصلنا في قناه السويس ل5 مليار و5 مليار 700، مبلغ ضخم يعني. نعم. الحمد نعم. لله يعني. الحمد لله. طيب من الحاجات برضو اللي بعض الناس ساعات بتحاول تلعب عليها عشان تخض المصريين بشكل او باخر موضوع الديون، ويمكن احنا مرينا عليه سريعا، بس سؤالي في هذا الاطار امتى يكون حجم الديون بيشكل خطوره؟ لانه لما باجي ابص على اقتصادات كبيره زي الصين والولايات المتحده الامريكيه نسبه الدين للناتج المحلي ضخمه جدا بعيد عن حتى النسب اللي موجوده في مصر في الوقت الراهن. وحضرتك اشرت في اطار الحديث عن الديون ان دي ديون مش استهلاكيه، دي ديون بننفذ بيها مشروعات. مظبوط. امتى ممكن يشكل حجم الديون خطوره؟ لانه البعض بيحاول يقول للناس خلي بالكم الديون بتاعتنا زادت، خلي بالكم دي اعباء للاجيال القادمه. لا، ما هو اصله ما هو احنا بنزيد في الديون وبنزيد في النقد القومي وبنزيد في ايراداتنا، عشان كده الدول بيتعمل لها عمليه تقييم بالنسب. يعني النسب للناتج القومي. نعم. ما انت ممكن حضرتك تزيد في الدين بس نسبك تتحسن لانك النمو عندك بيزيد. عشان كده الحكومه دايما عايزه تزود الناتج القومي. احنا الصندوق النقد الدولي عامل معايير لمخاطر الديون. لو ميديوم هاي، يعني مخاطر يعني مخاطر قليله، خطورة قليلة منخفضة، خطورة متوسطة، خطورة عالية. احنا في الخطورة المنخفضة. احنا عندنا مستوى الدين للناتج القومي 37%. فاحنا ما تغيرناش من ناحية نسبة الدين للناتج القومي. هو بس الدين بيكبر والاقتصاد بيكبر. امتى ايه النسبة اللي بتبقى بتمثل خطورة؟ لما بيوصلوا بقى فوق 50%. فوق 50%. بس احنا كمان الديون بتاعتنا مختلفة عن البلاد الأخرى. في بعض البلاد في أوروبا حتى بلاد يعني في أوروبا الشرقية هتلاقي حضرتك معظم ديونها قصيرة الأجل زي تركيا مثلا. يعني احنا الدين الخارجي بتاعنا 108 مليار دولار تقريبا وما يمكن 400 وشوية، هم معظمهم قصير الأجل. احنا الدين بتاعنا معظمه طويل الأجل. يعني مثلا الدين بتاع مترو الأنفاق احنا كوريا ادت لنا قرض 59 سنة. السندات الدولية اللي اصدرناها احنا دلوقتي بنروح السوق الدولية بنجيب اموال لغاية 40 سنة. هي دي ثقة الاقتصاد الدولي فينا انه بيحطوا دولار في مصر 40 سنة. ويمكن في بعض الناس بتقول الاستثمار الاجنبي بينخفض المباشر. طب هو انا بعتبر السندات الدولية دي استثمار اجنبي. ما هي اموال مدتها طويلة. هي الاستثمار الاجنبي الفكرة في ايه؟ انه مدته طويلة. لكن احنا النهاردة الاستثمار الاجنبي بيجي يقعد يدرس في المشروع وياخد وقت. احنا بنقرر النهاردة نروح بكرة السوق الدولية عايزين 5 مليار دولار، بنروح وبنلاقي قبول اكتر من الطلب والمدة 30 سنة و 40 سنة، وكنا هنصدر سند 100 سنة سنة 2018. فبقى عندنا مرونة مالية من ناحية المصادر اللي نقدر نلجأ لها. نعم. نوفر للدولة احتياجاتها. لأن بقى لنا ما عملنا السياسات النقدية الجديدة والسياسات المالية بقت مفهومة للخارج وبقت مقبولة للخارج. فبقت أسواق الدولية مفتوحة قدامنا. نعم. فبدل ما احنا نقول احنا عايزين نستلف من مثلا دولة معينة، لا، احنا قلنا هنروح الأسواق الدولية بس نعمل سياسات تكون مناسبة ومفهومة في الأسواق الدولية. فالأسواق الدولية كلها منفتحة أمامنا. نعم. عشان كده يمكن احنا برضو من ضمن الحاجات اللي بنحاول ان احنا نهتم بيها عجز الموازنة العامة للدولة، لأن دي من ضمن المؤشرات اللي بيبصوا عليها.
واللي حصل فيها تطور إيجابي أيضا الفترة اللي فاتت. جدا. ولكن في أمر السندات يمكن البعض ينظر للموضوع من ناحية أصله، يمكن عشان معدلات الفايدة عندنا عالية بالرغم من أنه في دول الفايدة عندها أكبر بكتير مننا. هل ده بيبقى العامل للمجتمع الدولي أو بيستثمره في السندات؟ ده العامل الوحيد اللي بيبص عليه؟ لا، يعني مثلا الأرجنتين فيها سعر فايدة 45%، بس بيجوا هنا لأن هما في عامل المخاطر. نعم. عامل المخاطر مثلا هناك ممكن يحطوا له 10% او اكتر، احنا بنحط لنا مثلا 2%. فالفاكتور بتاع المخاطر ده عندنا عشان واطي، فبيعتبر العائد بالنسبه لهم كويس. وبالتالي ده اي حد بيبقى منظوره مش بس على قيمه الفايده قد ايه، انما ظروف الاقتصاد اللي هحط فلوسي فيه. في ثقه فيه، يبقى هنا ده عائد ثقة طيب. ثقه بقى، ده بيبصوا لكل حاجه، بيشوفوا الوضع السياسي، النظام السياسي، الاستقرار الاجتماعي، بيبصوا للميزان المدفوعات، الناتج القومي، البطالة، بيبصوا لنسبة المخاطر، قدرة الدولة على سداد التزاماتها، خطة الدولة واستراتيجيتها وازاي شغالة. ماشية في الاتجاه الصح ولا لا، سياستها المالية عاملة ايه، سياستها النقدية عاملة ايه، المسؤولين فيها بيقولوا ايه، بيصرحوا بايه، الحكومة بتتصرف ازاي. يعني كل دي حاجات بيبصوا عليها. انا اشتغلت مع بنوك دولية وعارف الدولار ما بيتحطش الا بعد ما بيتعمل، يعني هم متقدمين عندنا جدا في التحليل الى اخره يعني. طيب على ذكر الفايده، ويمكن لجنه السياسه النقديه اجتمعت مؤخرا واتخذت قرارها، شفنا الفتره اللي فاتت يعني اتخذت قرارات بتخفيض سعر الفايده مره تلو الاخرى. من منظور مجتمع الاعمال يمكن البعض بيشوف انه معدلات الفايدة، يعني لو بتكلم على اللي عنده النية إيداع أمواله في البنوك، لما تنخفض معدلات الفايدة شايف إن ده بالنسبة له حاجة مش طيبة، ولكن مجتمع الاستثمار شيء كويس بالنسبة له عشان ده يدي فرصة إنه يقترض ويضخ أمواله في السوق فينشط من استثماراته. طبعا كل قطاع ليه رغبة مختلفة. مظبوط. بعيدا عن رغبات كل قطاع، حضراتكم إيه المعايير اللي على أساسها بيتخذ؟ قلنا الأول نعمل الإصلاح الهيكلي، سياسات سليمة. طبعا احنا هدفنا الرئيسي كبنك مركزي هو ان احنا بنستهدف التضخم، يعني احنا نحافظ على مستوى الاسعار. فلو الحكومه صرفت زياده عن اللزوم وتوسعت في الانفاق، احنا ساعتها بنعمل ايه؟ اسعار الفايده بتزيد. ليه؟ بندخل نشد سيوله من السوق عشان نعوض هذا التوسع. فالفايده زودناها في اول تحرير سعر الصرف عشان اولا مستويات التضخم العاليه لازم تدي عائد جيد للمدخر، لان انا لازم احافظ على قيمه الجنيه المصري وعلى يعني رغبه الناس في الاحتفاظ بالعمله المحليه. انا ليه يعني اشيل العمله المحليه لو كنت شايف ان هي مش بتديني عائد كافي؟ فاحنا قلنا ان دايما الجنيه المصري هيدي عائد لحامله احسن من استثماره في اي عمله اخرى. ولو حضرتك بصيت على مدى 5 سنين او 10 سنين هتلاقي اللي كان حائز دولار عمل مكاسب، لكن على المدى ده الحائز الجنيه عمل مكاسب اكتر. نعم. لو حسبنا اسعار الفايدة على الجنيه مقارنة باسعار الفايدة المنخفضة على الدولار والمكاسب اللي تمت في الدولار، هتلاقي دايما الحائز على الجنيه المصري عمل. ودي البنك المركزي هيستهدف دايما ان هو يحافظ للمدخر على العائد بتاعه. التضخم بعد كده انخفض. كان بقى جاء الوقت بقى ان احنا نقدر ان احنا ايه نخفض الفايده عشان من اجل التنميه. لان احنا الاول السبب في زياده سعر الفايده مش مجرد زياده سعر الفايده، هو زياده ان احنا نمتص السيوله اللي موجوده في السوق عشان نخفف من الاستهلاك ومن الانفاق عشان التضخم ما يزيدش قوي عشان المواطنين. حضرتك برضو احنا التضخم وصل كان 35%، بس في بلاد قعد فيها اكتر من كده سنين طويله. صحيح. ويمكن في بلاد كمان زادت معدلات التضخم عن 35%. انا اشتغلت على بلاد كنت زمان بمولها يعني، وكانت بالعشر سنين معدلات كانت اكتر من كده، ل10 و15 سنه. نعم. فاحنا لما انحصرت ابتدت تنحسر معدلات التضخم، ان احنا ايه نفرج عن السيوله اللي احنا امتصناها من السوق. ليه نفرج عن السيوله؟ عشان تروح للاستثمار. احنا غرضنا دلوقتي احنا امتصينا سيوله تقريبا 800 مليار جنيه في الـ4 سنين اللي فاتوا.
وكانوا بيكلفونا جامد في البنك المركزي، لان انا ال 20% والعوائد دي كانت بتطلع من عندي، لكن كان الهدف اسمى ان انا ادي الناس عوائد، احافظ على قيمه العمله، ارجع استقرار لسوق النقد الاجنبي، اقضي على السوق السوداء، ابني احتياطيات دوليه، ارجع لمصداقيه الاقتصاد، واقدر اوفر النقد الاجنبي لكل المتعاملين في الاسواق، كل الشركات، كل المؤسسات، احتياجات الحكومه، احتياجات الواردات، الوقود، الكهرباء، المشروعات، كل ده احنا حضرتك بنوفره. وبالتالي احنا دلوقتي بقى هدفنا ان احنا نرجع ننزل السيوله دي تدريجيا الى الاسواق من اجل التنميه. إذن اللي كان العوامل او المستهدفات لتحرير سعر الصرف والانطلاق في برنامج الاصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 16 نقدر نقول انها تحققت بنسبه 100% ولا هناك ما لم يتحقق بعد؟ هي فاقت توقعاتنا. فاقت توقعاتنا. كنت حضرتك عايز رايي الحقيقه. بكتير يعني. هي حتى يعني ببص ده المعدلات يعني النمو فاقت توقعات البنك الدولي. حتى الناس بره يعني بيقولوا لي انتوا هم مستغربين يعني عملنا كده ازاي؟ حتى في اوروبا يعني كنت بسالهم يعني انتوا ليه ما ساعدتوناش؟ احنا لفينا يعني على الناس يعني بلاد. قالوا احنا كنا شايفين كده انتوا يعني مش هتعرفوا تطلعوا من لكن فلا هي فاقت توقعاتنا. كان في توفيق كبير من ربنا، ربنا برضو اكرمنا بصراحه ومش ممكن اي حد منصف وموضوعي وبدون غرض انه يقدر يعيب في الاقتصاد المصري النهارده. يعني اللي يعيب في وضع الاقتصاد المصري النهارده وفي ثقه وقدره الاقتصاد المصري النهارده انا اسف يعني اما مغرض او جاهل يعني مش مطلع على التفاصيل يعني لا يعني هو بعيد بقى عن الدنيا كلها يعني لان الوضع بصراحه يعني اصبح جيد جدا. اللي بيعزز ده الحقيقه لو رجعنا ل 2016 وراينا التقارير الدوليه كانت بتتكلم ازاي عن الاقتصاد المصري وراينا نفس هذه المؤسسات وتقييمها لظروف الاقتصاد المصري النهارده في تغير الحقيقه 180 درجه في هذه الرؤيه وده اللي بيعزز فعلا اللي حضرتك تفضلت بيه. يمكن كل ده بنتكلم على ما مضى والنتائج الإيجابية لما مضى، عايزين ننظر لما هو قادم إن شاء الله، بس لو حضرتك تسمح لي هنطلع لفصل وبعد الفصل نتحدث في هذا الأمر. مشاهدينا الكرام فصل سريع ونستكمل حوارنا مع محافظ البنك المركزي السيد طارق عامر، أرجوكم ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام نريد الترحيب على حضراتكم معنا مرة تانية وبنستكمل حوارنا مع محافظ البنك المركزي السيد طارق عامر. يمكن اتكلمنا عن الفترة السابقة وننتقل إلى الخطة بالنسبة للفترة القادمة. برحب بحضرتك مرة تانية سيد محافظ وعايز أبدأ قبل ما انتقل للمرحلة القادمة بس كمان بخصوص المشروعات اللي تمت على مدار الأربع خمس سنوات الماضية، دور البنك المركزي فيها وجدوى هذه المشروعات، لأنه ما بين الحين والآخر بنرى برضو بعض الأصوات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها بيتحدثوا عن أن هناك أولويات أخرى، هذه المشروعات ليست لها جدوى اقتصادية في الوقت الراهن. هو إحنا طبعا المشروعات بتجيلنا كبنك مركزي، المشروعات من الحكومة على أساس نراجعها من ناحية جدواها ومن ناحية هل احنا عندنا قدرة ان احنا نقدر الشروط دي مناسبة بالنسبة لنا ولا لا، ده بنقول رأينا فيها المستقل. وهل المدة دي مناسبة وهل الاسعار دي مناسبة وهل انه القرض ده احنا شايفين ان هو يقدر يعني يكون نقدر نستوعبه من ضمن في ضمن خطتنا، ان احنا عندنا تصور ناحية سيناريو خمس سنين مستوى القروض عندنا خارجية لازم يبقى شكله ايه، وده المستوى اللي الحكومة بنك مركزي ملتزمين به. وفي تم تشكيل لجنة بناء على ذلك برئاسة السيدة وزيرة التخطيط وهي بتعرض عليها كل المشروعات دي ويتوافق أو تترفض. مشروعات كتيرة اللي تمت، وعشان كده أنا كنت أحب أن الناس برضو تستشعر إيه المشروعات دي. يعني لو حضرتك تأذن لي يعني أنا أرجوك فندم عندي تقرير على المشروعات، لأن إحنا بتجيلنا كلها مجمعة هنا. عندنا 77 مشروع في الأربع سنين اللي فاتوا جولنا هنا في البنك المركزي. عندنا مثلا حضرتك مشروع الشركة القابضة للكهرباء بمليار دولار، محطات كهرباء. مشروع غليات محطة غرب القاهرة البخارية 63 مليون دولار. مشروع الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم وده موضوع مهم 91 مليون دولار. توريد معدات دار الطباعة الجديدة بتاعت البنك المركزي، احنا بنعمل احدث دار طباعة في العالم في العاصمة الادارية 278 مليون دولار. تطوير ترام الاسكندرية
ده مشروع مهم طبعا ولا مش مهم؟ طبعا. 111 مليون دولار. المشروعات الصغيرة المتوسطة، البنوك قرض خدته البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة المتوسطة، وده موضوع مهم. 418 مليون دولار. تحسين الصرف الصحي بالفيوم، يعني البلد محتاجة صرف صحي مش محتاجة، 140 مليون دولار. المساهمة في توريد 32 قطار. طبعا السكة الحديد اللي بيحصل فيها ما حصلش في تاريخ مصر. صحيح. وهتشوف حضرتك عدد مشروعات القطارات اللي هنا. 32 قطار للمرحلتين 3 و4 الخط الثالث، 270 مليون دولار. القطار الكهربائي مدينة العاشر من رمضان. طبعا مدينة العاشر من رمضان مهمة جدا، مدينة صناعية كبرى في مصر. صحيح. 668 مليون دولار. دي مشروعات مطلوبة في البلد. القطار الكهربائي مدينة العاشر من رمضان قرض ثاني ب 460 مليون دولار. عندنا تمويل توسعات معامل التكرير، ثلاث معامل تكرير ضخمة في قطاع البترول. بنعملها توسعات ثلاثة مرة واحدة. 2600 مليون دولار، 2.6 مليار دولار. تطوير وإعادة تأهيل محطة كهرباء خزان أسوان. برضو أدي مشروع. برنامج خدمات الصحية، الصرف الصحي بالمناطق الريفية. 300 مليون دولار. المساهمة في توريد 2 و3 في المرحلتين 3 و4 برضه 83 مليون دولار. صرف الصحي القومي الثالث، أدي مشروع تاني. إعادة ورفع كفاءة الخط الأول لمترو الأنفاق. طبعا ده كله بيهم المواطنين. صحيح. 390 مليون دولار. مشروع مصرف كيتشنر بمنطقة الدلتا 230 مليون دولار. طب يعني ده نموذج للمشروعات. 100 جرار للسكة الحديد 250 مليون. 1300 عربية سكة حديد. يعني توليد الكهرباء بالفحم. إيه اللي بيحصل في الدولة شيء مذهل يعني حقيقي. اللي حضرتك قلته كنموذج للمشروعات اللي تمت من 77 مشروع. كل اللي استمعت من حضرتك فيه اغلبه مشروعات خدميه ما بين نقل، صرف صحي، كهرباء، كل المواطنين، او مشروعات ضخمه تستوعب عماله، وده مهم جدا عشان معدلات البطاله تنخفض، وحصل الانخفاض ده فعلا على مدار السنوات الماضيه. ومن غير برنامج الاصلاح ما كناش هنقدر نعمل الحاجات نحقق ده. يعني الامور كلها مرتبطه ببعض. صحيح صحيح. طيب سيادة المحافظ، يمكن برضو بعض الناس كانت ساعات على مواقع التواصل الاجتماعي بتقول ده يعني انه مصر عازمه على انها تقدم على تمويل اخر من صندوق النقد الدولي. هل ده واقع ولا مجرد يعني اشاعات بيحاول البعض يروجها من خلال مواقع التواصل؟ لا، هو احنا حاليا بنتكلم مع الصندوق بس مش في تمويل. لان احنا مش محتاجين تمويل. مش محتاجين تمويل؟ لا، لان احنا كنا محتاجين تمويل الاول لان ما كانش حد بيرضى يسلفنا. لكن احنا دلوقتي مش محتاجين تمويل. ودي نقطه قوه بالنسبه لنا. احنا دلوقتي ظروف الاقتصاد بقت انا لو عايز تمويل مش محتاج اروح للصندوق. انا بروح للسوق الدوليه على طول. وبدل ما اقعد اعمل اجراءات مع الصندوق انا بروح للسوق الدوليه في يوم. والاول كنا زمان بنسافر، وزارة المالية بتسافر وبنسافر معاها وبيلفوا ويعرضوا ويشرحوا وضعنا واقتصادنا. دلوقتي واحنا قاعدين هنا بالتليفون بيعملوا الطرح. فاحنا مش محن... لكن احنا ايه هنستعين بيهم من ناحية الخبرة. برنامج يعني ايه انهم يساعدونا بالخبرة في برنامج الاصلاحات الهيكلية. ان احنا بقى ايه عايزين نزود كفاءة أداء مؤسسات الدولة عشان من أجل مناخ الاستثمار. ونحسن السياسات برضو الحكومية في مجال الاستثمار والأداء. من أجل القطاع الخاص والتنمية. جميل جميل. فده اللي جاري العمل بشأنه. ده اللي جاري العمل بشأنه. هل الفترة اللي جاية في يعني هم عارضين علينا تمويل بس احنا رفضنا. احنا قلنا هم اللي عارضين تمويل واحنا اللي رفضنا. احنا قلنا احنا مش عاوزين. احنا مش محتاجين تمويل. جميل. التركيز الفترة اللي جاية بالنسبة للبنك المركزي على ايه؟ لو جيت بصيت على المظلة العام والرؤية لدى القيادة السياسية، واضح ان في اهتمام كبير جدا الفترة اللي جاية بتنشيط قطاع الصناعة في مصر. ويمكن في البنك المركزي شفنا بعض المبادرات اللي هنتحدث عنها. بس لو بتكلم النهاردة على ان احنا بعد النتائج الايجابية اللي تحققت من برنامج الاصلاح الاقتصادي حتى الوقت الراهن، ازاي او ايه الاجراءات اللي بتتم عشان مش بس نحافظ على هذه المكتسبات انما كمان نعظم منها اكتر الفترة القادمة؟ احنا ما كناش نقدر ان احنا نفتح ملف الصناعة قبل كده.
لان الصناعه اول ما كانش عندنا غاز عشان نديه للصناعه، كانت المصانع عطلانه بسبب ان احنا في مصانع الاسمنت وانا عارفهم كان يبقى عندهم 3 افران، فرنين عطلانين والفرن الثالث شغال بنص الكفاءه، ودي مصانع اجنبيه كانت موجوده هنا ومصانع كبيره، فما كانش في غاز اساسا نديه للصناعه، فما كناش نقدر نفتح ملف الصناعه. تاني حاجه ما كانش في كهرباء نقدر نديها للصناعه. نعم ايوه احنا الكهرباء غليت، يعني هو في اصل هي العمليه اختيارات، توفر الشيء بس هيبقى اغلى او عدم توفره على الاطلاق. يعني حتى في حته برنامج الاصلاح وسعر الصرف، طب هو كان البديل ايه؟ كان البديل ان احنا بدل ما الاسعار هتبقى غاليه هتبقى الحاجه مش موجوده اساسا. كان هيبقى الوقود مش موجود والقمح مش موجود، ما الحاجات دي جايه من بره. نعم. والسكر واللحمه والفراخ والادويه والمبيدات الحشريه و و و فهو كان البديل بين الاختيار انه احنا نوفر شيء بس سعره هيعلى، واول شيء مش هيبقى موجود اساسا خالص. يعني احنا دورنا انه كل السلع تبقى متوفره. احنا ما عندناش لو حضرتك تلاحظ ازمه في اي حاجه، الحمد لله ما فيش ازمه في اي سلعه. انا عشت في مصر، انا سني 63 سنه، كنت موجود في الستينات والسبعينات، كنا بنقف بالطابور عشان ناخد فرختين في الجمعيه. صح حضرتك؟ نعم. حسب ما بسمع بقى انا ما عاصرتش، كانت الاسعار قليله بس كانت الحاجه مش موجوده. نعم. ما كانش في حاجه خالص. النهارده المجتمع المصري احتياجاته مختلفه، والاجيال الجديده احتياجاتها مختلفه وعايزه تعيش بمستوى مختلف. فاحنا كان ده هو المهم. فاحنا طبعا وفرنا الحاجه، اللي كان برضو مش موجود عشان نقدر نفتح ملف الصناعة البنية التحتية. نعم. الطرق، النقل، الغاز وديزل العربيات النقل إلى آخره، كل ده ما هو ده بيجي من بره. فهي الأمور يعني هو خطة مترتبة يعني. نعم. لكن هو مترتبة بمراحل معينة، مفيش حاجة هتحصل يعني، مش هقدر أعمل الصناعة دلوقتي وأنا لسه ما عنديش محطة الكهرباء. صحيح. الوقود الحمد لله اكتشافات حقول البترول و الغاز في البحر الابيض برضو كان عايز التامين والقوات المسلحه والاسلحه الجديده اللي شفناها في المناوره. نعم. مش كل دي حاجات احنا اتوفرت يعني، هو يعني الحاجات دي ما اتوفرتش كده بسهوله. فحصل طفره كبيره برضو في كل ده. نعم. من اجل تامين يعني برضو في رؤيه. كان في رؤيه. واحنا كلنا كنا بنتساءل يمكن يعني من سنتين ثلاثة هو الحاجات دي بنشتريها ليه؟ اتضح النهاردة عرفنا بنشتريها ليه؟ كان في رؤية يعني. صحيح. نعم. احنا في البنك المركزي والبنوك وعدنا برضو مع السيد رئيس الوزراء، ولازم اقول طبعا انه كل الشغل اللي بيتعمل ده مش ممكن يتعمل من غير منظوم. التعاون بين دكتور مصطفى مدبولي والبنك المركزي والمجموعة الاقتصادية وزارة المالية، يعني احنا الشغل اللي بنشتغله مع بعض والتعاون اللي بنعمله مع بعض ده حقيقي يعني تعاون ممتاز. صحيح. ممكن اسال سؤال في المنطقة دي يا فندم؟ حضرتك يعني بقالك سنوات عقود في القطاع المصرفي، هل مستوى التعاون اللي موجود دلوقتي والتناغم ما بين الأجهزة في الدولة المختلفة كان بنفس الصورة سابقا؟ لا. ما كانش بنفس الصورة؟ لا، أنا كنت موجود هنا في البنك المركزي من 2003. نعم. نائب محافظ. اشتغلت كان في وزاره الدكتور عاطف عبيد، وكان في وزاره الدكتور نظيف، وكان في بعد كده وزارات كتير. نعم. فتعاون كبير يعني، مثلا التعاون مع دوله رئيس الوزراء بصراحه يعني هو بيتبنى موضوعاتنا في البنك المركزي بطريقه يعني، قبل كده كانوا يقول لك احنا مالناش دعوه يعني، انتوا عندكم مشاكل. لكن لا حقيقي يعني بتبنى موضوعاتنا اكنها موضوعاته وبشعوره وباحساس يعني في تالف. وده مهم عشان تقالف. هو ده اللي بيحقق النتائج الطيبه. وزاره الماليه احنا طول عمره بنك مركزي وزاره الماليه يعني في اختلاف تباين في وجهات النظر. لا احنا بنشتغل في اخوه وفي صداقه وفي في شعور انه لازم تعاون المصلحه العامه. وبصراحه الدكتور معيط وشغله معانا واحنا متاخرش عنه، بيحصل اختلاف
مش مفيش اختلافات يعني. انا ممكن برضو نتكلم في شويه حاجات يعني احنا بنطلب حاجات معينه هو بيقول لا في الضرائب، عايزين اعفاءات للصناعه هو يقول انا ما اقدرش الموازنه عندي. فاحنا لينا راي، بس طبعا في الاخر هو المسؤول عن وزارته وعن الموازنه بتاعته يعني. لكن في يعني ود وتالف، في انسجام بين المجموعه اللي بتعمل مع بعض. ده جميل جدا، والانسجام المجموعه ده مهم جدا حضرتك. التجانس ده مهم الحقيقه، وتعاون مؤسسات الدوله كلها مهم. قبل ما اتكلم على قطاع الصناعه بقى ودور البنك المركزي ورؤيته في تنشيط هذا القطاع، انما وحضرتك بتتكلم على المشروعات، يعني جه في دماغي مشروع مهم جدا وهو مشروع العاصمه الاداريه الجديده، وخصوصا انه في 2020 هذه السنه الحاليه احنا منتظرين انه تحصل هذه النقله لبعض القطاعات الحكوميه او بعض العاملين في الحكومه الى العاصمه الاداريه. البنك المركزي فين؟ هل هنتقل العاصمه الاداريه؟ لا ان شاء الله، وعاملين مبنى كويس قوي يعني مشرف. انا لما كنت برف على البنوك المركزيه في العالم وكنت جيت هنا في البنك المركزي زمان، لقيت ان احنا المكان مهمل يعني. الفكر يعني ان هو ايه، ما تصرفش ونسيب الحاجه لقيت ان البنوك المركزيه بره بتبقى مفخره وواجهه لها الدوله، وواجهه بتبين مكانه الدوله ووضعها، لان بيجي لها كل الناس من كل حته في العالم يعني. فاحنا لا واخدين مبنى كبير في البنك المركزي عاملينه، والبنوك عندنا 28 بنك رايحين العاصمه الاداريه وشغالين وخدوا اراضي وبينشئوا في المشروعات. واحنا اللي انا الشغل في العاصمه الاداريه ماشي بسرعه يعني، مثلا اندونيسيا بتعمل عاصمه جديده بس هم متاخرين عننا. وده تفكير يعني خارج الصندوق يعني. انا قصدي هو اصل احنا دايما بنبقى ايه ويعني ان كانت الامور خارج السياق الناس دايما بتقعد تسال وكده، لكن لا احنا لازم في مفاهيم كتير وفي طرق كتير لازم نغيرها في اسلوب حياتنا يعني. احنا لما جينا نحرر سعر الصرف لا كان معظم الناس ضد الموضوع ده، وناس كتير متخوفه وناس كتير قلقانه، بس احنا كنا مصرين لان احنا كنا رايحين في مصيبه. فاحنا ما كناش نقدر نسيب الناس على تفكيرها، وبعدين ودي ما شغلتنا ومسؤوليتنا. فاحنا كنا مصممين. سيادة المحافظ، كل المشروعات اللي حضراتكم بتبقوا مطلعين عليها، لانه اللي حضرتك بتتكلم عليه النهارده يمكن لو رجعنا بعض السنوات لورا الناس كانت بتشوفوا انه ليه بنعمل ده دلوقتي؟ ليه بنعمل ده دلوقتي؟ زي على سبيل المثال ليه سياده الرئيس بنشتري المسترال؟ ليه بنعمل العاصمه الاداريه الجديده؟ من كلام حضرتك وفقا لخطه موضوعه بمراحل معينه على ما يبدو ان احنا كل شيء بنشتغله بشكل علمي مدروس دراسه جيده جدا، ومعروف اللي بيتعمل في توقيت امتى عشان ما سيترتب عليه بعد ذلك والخطوات التاليه. هم بره هيتجننوا مش عارفين احنا ازاي بنوفر الفلوس دي وبنعمل الحاجات دي. في بلاد كبرى يعني. عندهم علامات تعجب على التطور اللي حصل ده. بيقعدوا يسالوا هم الناس دي ازاي بيسددوا؟ يقولوا لهم بيسددوا. ازاي بيسددوا؟ ما بنتاخرش في الالتزامات خالص ولا يوم، قروض ولا ما نقدرش ديون، لا يمكن ولا يوم. سددنا كل التراكمات القديمه. احنا لما جينا هنا من 4 سنين كان علينا 6.5 مليار دولار لشركات البترول الدوليه. صحيح، سددنا شركات كتير توقفت سددناهم كلهم، ولولا كده ما كانوش هيجوا للتنقيب تاني ويطلعوا غاز و صحيح، مش كده؟ صحيح. كان علينا لشركات الاجنبيه الصناعيه في مصر لمراكزها الرئيسيه 4 مليار دولار سددناهم بالكامل. كان القطاع الخاص المصري، كانت البنوك المصريه ارصدتها بالنقد الاجنبي ضعفت تماما. النهارده البنوك المصريه ارصدتها بالنقد الاجنبي في الخارج اخر تقرير امبارح 17.3 من 10 مليار دولار. ده غير الاحتياطي. غير الاحتياطياتنا. فكل دي قوه لبلدنا والاقتصاد بتاعنا. صحيح، الحمد لله. القوه دي هندفعها الفتره القادمه بقى بالقطاع الصناعه. ما الذي يتم من حيث من اتجاه البنك المركزي كخطه تم صياغتها لدعم القطاع الصناعي؟ راينا بعض المبادرات يعني. احنا بقى بنغير بقى المفاهيم والرؤيه واسلوب التعامل مع كبنوك وقطاع خاص. بنغيره بقى. في مفاهيم قديمه كتير عوقتنا. تعاملنا مع المستثمر باسلوب، وهي مش غلطه البنوك ولا غلطة المستثمر
وهو يعني اسلوب وفكر متوارث. فكر متوارث. ان احنا ناخد منه طلبات كتير واحنا نقول له خد وضماناته ونمضيه على شيكاته ولو ما دفعش نحبسه ونمضي مراته ونمضيه على 300 مستند و يعني وعمليه يعني بتجعل العمل الاستثماري للقطاع الخاص مستحيل. فطبعا احنا عايزينه ينافس الخارج عشان يصدر. نعم. طب هو في الخارج بقى بيعملوا ايه مع الناس هناك؟ يعني احنا في الازمه الماليه العالميه اللي هي معظم مؤسسات الماليه فقدت رؤوس اموالها. ما فيش لا حد راح السجن ولا حد راح النيابه. لان الاقتصاد لا يدار بالسجن والنيابه. النيابه والسجن ده لما يكون في حد منحرف. وانا جبت البنوك هنا من اسبوعين قلت لهم كام في الميه من العملاء عندكم يعني مش ناس محترمين؟ خمسة. قالوا لا ولا 5%. طب انا بقى يعني هتعب ال 95% عشان احتسابا لل 5%؟ فاحنا قلنا لا احنا لازم بقى نيسر بقى المواضيع ونغير المفاهيم دي ونسوي. طبعا في ديون قديمه كتير وناس اتراكمت عليها فوائد لا قبل لها. 2011 تعبت ناس كتير. صح. لان هم جم احنا بنقعد معاهم وبقعد بنفسي والساده النواب والبنك المركزي وبنجيب البنوك وبنجيب العميل. بقى لنا اسبوعين بنجيب كل يوم كنا بنجيب 10 بقينا بنجيب 15 مصنع. لا هم قال لك احنا كان المكن بيتخلع ويتسرق في 2011 كان العربيات النقل بتتخطف. احنا الكابلات اتشالت الكهرباء اتشالت. وبعدين اجي انا اقول له بقى كبنك ايه ادفع اللي عليك. يوديك السجن. وفوائد كمان وفوائد. المتاخرات اللي عليك. مش فانا انا اتكلمنا على البنوك ان احنا عايزين نتكلم احنا دلوقتي التعليمات ان احنا عايزين نقوم المصادر. هو ده الهدف. فاحنا مش بنشتغل بس عشان ان احنا ناخد فلوسنا. طب ناخد فلوسنا والمشروع يعطل؟ اخد فلوسي والمقاول ما ياخدش فلوسه فما يكملش المشروع؟ يعني يعني لا يعني احنا بنتكلم كمجتمع بقى. فالحلول احنا عملنا حلول جامده جدا لاكثر من 60 عميل. احنا الاول كنا عارضين انه نعمل 100 مليار للصناعه توفير 100 مليار على اساس 100 مليار جنيه بسعر الفايده 10%. يعني حضرتك بص القطاع الخاص واخد 400 مليار جنيه. لما اقول 100 مليار ب 10% فده حجم ضخم من الاموال. عشان نساعده. نعم. نمره اتنين بقى الحاجات القديمه المعلقه. فاحنا عملنا المبادره انه الناس المتعثره تماما دي هنشيل من عليها الفوائد. عفوا قبل ما نروح للمتعثرين. هل مبادره قطاع الصناعه اللي هي ب 100 مليار جنيه بفايده 10% دي مشروطه بمعنى انه لاحجام معينه ولا دي كل القطاعات الصناعيه مهما كان لكل القطاعات الصناعيه ما عدا اللي بيبيع اقل من 50 مليون ده عنده مبادره ال 5%. فيبقى كل الصناعه لغايه مبيعات مليار جنيه في السنه. تمام. يعني اللي بيبيع ب 10 مليار بقى مش هديله بسعر 2010 يعني على حسب قدرتنا. مظبوط مظبوط. طيب هننتقل للمصانع المتعثره واللي عددها تقريبا في حدود ال 9000 مصنع و لا هو هم 8000 عميل منهم تقريبا 5000 مصنع. 8000 عميل بما يمثل او يعادل حوالي 5000 مصنع. هم 8000 عميل في البنوك. احنا بس عندنا ايه يعني ممكن العميل يبقى في كذا بنك فعندنا العدد هنا يعني حاصل فيه فهم 8000 عميل في كل القطاع الاقتصادي الخاص. 5000 منهم صناعه. ال 5000 ديون منهم في كذا حساب في البنك فهتلاقي في الاخر هم في الواقع تقريبا 3500 مصنع. جميل. طيب ال 3500 مصنع دول عايزين نعرف برضو ايه اللي هيتم ليهم. هنخلصهم السنه دي كلهم 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 كل يوم. من حيث يعني فوائد الديون مثلا هل هيتم اسقاطها ام جدولتها؟ هل الديون اللي عليهم هيبقى في اجراء شأنها ولا لا؟ ما هو في حالات مختلفه. فالحالات بتتعامل معها على حسب حالتها. في الحالات اللي هي مش على حسب مش قادره خلاص والفوائد متراكمه من زمان وما عندهاش القدره فاحنا المبادره بتقول بتشيل من عليهم الفوائد ونص الدين ويسدد النص اللي فاضل يا عيني يا نقدا على حسب قدرته. ويتشال من القائمة السلبية عشان يقدر يختار التاني ويتشال عليه كل الإجراءات القانونية قضائية وما يتاخدش شيكات تاني من العملاء يتاخد بس سندات إذنية. الإثبات الدين هو السند الإذني لكن الشيك ده معناه عايز أحبسه. أنا ما بحبسش حد. أنا البنك بياخد قرار في مشروع
هو بيقيمه كويس، وقبل ما يموله بيقرر هموله عجبني نجح خير، ما نجحش خسر خسر. فده عمله كبنك، وده لازم يبقى عارف ومتدرب على ذلك وعارف هو بيعمل ايه. لكن حتة الحبس والسجن ده مش في الاقتصاد يا فندم. ويمكن يعني افهم كلام حضرتك، احنا مشكلة ان احنا كان عندنا نظم من الوضع الاشتراكي ودلوقتي السوق مفتوحة، فاحنا بقيناش عارفين. لا احنا بقى لازم ان احنا نبقى عارفين احنا يعني توجهنا ايه. احنا مستعدين نشتغل على حسب توجه الدولة والشعب، احنا ما عندناش مشكلة والبرلمان يقول لنا. فلو نشتغل سوق مفتوحة نشتغل مظبوط، او نشتغل توجه اشتراكي ده. وانا اعتقد ده موضوع من هذا وذاك. ما ناخدش خليط من هذا وذاك. ما يبقاش عندي تشريعات من ايام زمان بطبقها على سوق مفتوح وسوق حر. البلاد بره والشركات عندها القدرة تشتغل ببراح، وبعدين اجي انا اكتف الناس عندي هنا واقول له نافس. يعني ما ينفعش. جميل. طيب يمكن اللي فهمته من كلام حضرتك انه بيتم دراسة كل حالة على حدة واتخاذ الاجراءات اللي بتيسر على كل حالة. مبسوطين جدا. ده رأي يعني حضرتك. وبنمولهم عشان يشتغل. ال 3000 وشوية مصنع دول بتقعد مع كل واحد فيهم. كل واحد. وبيخرجوا مبسوطين جدا والله بيبكوا. والخطة انه بنهاية 2020 كل المشاكل دي تكون خلصت في المصانع. انا ما جبت البنوك بقول لهم عشان نعمل ده لازم نعمل كده ونغير اسلوبنا في كذا وكذا وكذا. طيب ده جميل جدا. هنروح بعد كده لملف اخر وهو الصناعات الصغيرة. وبنمولهم تاني عشان يشتغلوا بدام ان هو في قدرة ان هو يشتغل ويربح. جميل. ولقينا رجال صناعة الله على احلى مستوى. الله خير. طيب عندنا مبادرات تانية الحقيقة برضو عايزين نتحدث عنها، ولكن لو حضرتك تسمح لي برضو هنطلع لفاصل سريع ونستكمل حديثنا بعد الفاصل. فاصل مشاهدينا الكرام، ونستكمل حديثنا مع محافظ البنك المركزي السيد طارق عامر. أرجوكم ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم معنا مرة تانية، وبنستكمل حديثنا مع محافظ البنك المركزي السيد طارق عامر. برحب بحضرتك معنا مرة تانية سيد محافظ. وعايز أبدأ وإحنا بنتكلم كنا عن القطاع الصناعي. يمكن في مبادرة كانت أطلقت من 2016 بدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبقيمة 200 مليار جنيه. إلى الآن اللي تم في هذه المبادرة، وخصوصا أنه بعض الشباب لما بنلتقي بيهم منهم اللي بيبقى عنده نوع من التحفظ على بعض القيود من ناحية انه هذا التمويل كان بيتوفر بشكل ايجابي للمشروعات القائمة واللي بتحقق ربحية، انما يمكن اللي عايز ينفذ مشروع جديد كان الموضوع ما بيبقاش ميسر ليه بشكل او باخر. فعلا مظبوط. فعلا هي المبادرة اطلقت من 4 سنوات، فاحنا اطلقناها فعلا. وحقيقي في بلاد سبقتنا مش من ناحية المبادرات بس في تطور العمل للمشروعات الصغيرة مع القطاع المصرفي. البنوك عندنا كان زمان متعودة انها تمول المشروعات الكبيرة، وده طبعا واضح ان هو مش كافي، لانه التشغيل معظم التشغيل هو في المشروعات الصغيرة. احنا عايزين نشغل ناس. هدفنا الرئيسي من برامج التنمية هو خلق وظائف. فاطلقت هذه المبادرة ومشيت كويس. حققت 160 مليار جنيه قروض جديدة ل 86 ألف شركة. ولكن هذا ليس يكفي. لا يكفي لأنه إحنا عندنا ملايين الشركات الصغيرة في مصر، لازم نوصل لكل دول طبعا. وإحنا بنتعلم طول الوقت من المشاكل والمعوقات. بيحصل انه في البنوك بتفضل المشروع القائم. وعشان كده احنا قلنا طيب عشان نشجع البنوك انها تسلف مشروع جديد، عدنا هيكلة شركة ضمان الائتمان واستحوذ عليها البنك المركزي، وعيننا نائب المحافظ رئيس للشركة. هذه الشركة بتدي خطاب ضمان للبنوك بتضمن في المخاطر لإقراض المشروع الصغير. هي أصدرت ضمانات بما توفر قروض بما قيمته 40 مليار جنيه لغاية دلوقتي، وهنزود عن كده وزودنا رأس مال الشركة. فاحنا بنحاول ان احنا نتخطى هذه المعوقات. الحاجة الثانية هي مش قيمتها 200 مليار، هي احنا قلنا البنوك 20% من محفظتهم تبقى بمشروعات صغيرة. في بنوك حققت وفي بنوك لم تحقق،
واحنا بنتابعهم اول باول، وهنجدد هذه المبادره لمده 4 سنوات اخرى. بنراجع النسب والقيم اللي احنا هنطلبها، بحيث ان احنا، لان احنا مصر لسه بعيد عن الدول الناشئه في تمويل المشروعات الصغيره. يعني مثلا ماليزيا والهند والبلاد دي يعني مشيت مشوار طويل في الموضوع ده، عملت طفره فيها فعلا. وهي دي، لان دي اساسها هتخلق الفرص العمل. فعشان كده احنا في البنك المركزي مؤمنين بيها ومندعمها، ومندعمها من البنك المركزي على حساب ارباحنا يعني. فان شاء الله هنفضل مصرين عليها ونديها الدفعه لغايه لما هي تحقق المطلوب. بس احنا قدرنا ان احنا نبتدي نغير مفاهيم البنوك من تمويل المشروع الكبير الى المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر. ودي مهمه برضو، لانها كتير جدا بتمثل صناعات تكميليه للمشروعات الكبرى، وده بالتالي برضو بيوفر عن ما يتم استيراده من الخارج من مدخلات انتاج. هل معنى كلام حضرتك انه هيكون في تيسير اكتر الفتره القادمه لهذه النوعيه من المشروعات من ناحيه خصوصا المشروعات الجديده مش القائمه؟ احنا بنقول احنا لازم ننزل المدخرات الى الاسواق ليستفيد منها المصريين. فاحنا عندنا دلوقتي 800 مليار سيوله، هدفنا تدريجيا ان السيوله دي تنزل الاسواق وتمول وتساعد في النشاط الاقتصادي. جميل. بس طبعا بنحط الاطر بحيث طبعا بنحافظ على الاموال، وفي نفس الوقت ان احنا بنستخدم ادوات جديده عشان نقدر نصل الى الاسواق بسرعه ويحصل عمليه تغطيه. عشان كده احنا متبنيين قطاع الفاينانشال تكنولوجي، التكنولوجيا الماليه. ادوات التكنولوجيا الماليه والبنوك الرقميه دي كلها ادوات اللي هنستخدمها، ونستخدم فرصه هذه التكنولوجيا ان احنا نقدر نصل للمواطنين بطريقه اسرع بتكلفه اقل، ونقدر ان احنا نيسر اسلوب وشروط التعامل مع البنك في القرض الصغير او في المدفوعات الى اخره. جميل. طيب، وحضرتك تفضلت بانه هذه المبادره هيتم تجديدها مره اخرى، وده هيخليني انتقل لمبادره اخرى يعني اعتقد انه ما تمش تجديدها. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه ثانيه، ان احنا انشانا صندوق بمليار جنيه في البنك المركزي عشان كمان نمول اللي هم الشباب اللي بيجوا بافكار في التكنولوجيا الماليه وفي المشروعات اللي هي ليها علاقه بالتكنولوجيا، وعاملين لهم حضانه في مبنى البنك المركزي القديم بنشطبه وبنوضبه، بحيث ان احنا هنساعدهم نديهم الادوات يعملوا زي مختبر لافكارهم، وبعدين اذا طلعت سليمه بندي لهم راس المال، لانهم ما عندهمش راس مال. احنا بنقول ايه؟ احنا عايزين نستغل الموهبه المصريه. فالموهبه عندنا معهاش فلوس، لكن الموهبه هي اغلى حاجه واثمن حاجه اللي هو العقل. فاحنا عايزين ان احنا نوفر له بقى راس المال الصغير، مطلوب نص مليون جنيه، مليون جنيه عشان مشروعه بعد ما احنا نعمل له تيستينج ونعمل له اختبار ويثبت ان هو كويس، فنحط له راس مال ان هو نساعده في هذا المشروع. يعني دي مبادره اخرى، ان في مليار جنيه لكل الافكار اللي ليها علاقه بقطاع التكنولوجيا والتكنولوجيا. خدنا البنوك وسفرناهم بره، وراحوا سيليكون فالي في امريكا، وراحوا فرنسا شافوا الحضانات في فرنسا، وبنعمل في تدريب في المعهد المصرفي كبير للمصرفيين في هذا الموضوع، وابتدينا نعمل حضانات ولرواد الاعمال مع جامعه النيل، وابتدى البنك الاهلي وبنك مصر يعملوا فروع جديده بيدوا بقى فيها مش خدمه مصرفيه العاديه، لا بيدوا الخبره ويدوا الراي ويساعدوا المشروع او صاحب المشروع في الدراسه وفي توجيهه، وبعدين بيساعدوه في التسويق، بيروح للورش نقول لهم الصناعه الكبيره محتاجه المنتجات دي تقدروا تعملوها ازاي، نساعدهم في التمويل ونوصلهم بالشركات الكبيرة. فبنحاول ناخد البنوك بره نطاق العمل المصرفي التقليدي إلى نطاق أوسع. ده رائع جدا، عشان يبقى الغرض مش بس التمويل، إنما التمويل وضمان إن المشروعات دي تنجح. بس ده تحول مش سهل يعني، تحول مش سهل، بس إحنا ماشيين فيه. وأنا مبسوط إن بعض البنوك ابتدت تستجيب معانا، فإحنا واخدينهم في هذا الاتجاه يعني. ده رائع جدا. طيب، على يعني بما إننا ذكرنا التجديد لهذه المبادرة ومبادرة أخرى كمان، في المبادرة الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفايدة 7%، ودي كان تم الإعلان عن وقفها أو انتهاء مدتها في 12 يناير الجاري. لماذا لم يتم التجديد بخصوص هذه المبادرة؟ كان في اتنين، هما ثلاث مبادرات، مبادرة مشروعات صغيرة ب 5%
ومبادرة المشروعات المتوسطة للآلات بسبعة ودي كانت 10 مليار وليه تمويل رأس المال العامل ب10% كانت 10 مليار برضو. المبادرة اللي بسبعة والعشرة دول انتهوا لكن احنا استبدلناهم بقى بالمئة مليار. بالمئة مليار مظبوط يعني 100 مليار. جميل. طيب ننتقل لملف آخر وهو ملف مهم بصراحة، لأنه الفترة اللي فاتت مع كل الإجراءات اللي تمت كان بنسمع من أنه الطبقة المتوسطة محدش بيقدم لها أي تسهيلات. إنما تابعنا إطلاق مبادرة خاصة بالإسكان لمتوسط الدخل. يعني أرجو أن حضرتك برضو لو نقدر تطلعنا أكتر على تفاصيل هذه المبادرة، وإن كان هناك نية في البنك المركزي لإطلاق مبادرات أخرى للطبقة المتوسطة. هي استغلت بالكامل 20 مليار. استغلت بالكامل. ودلوقتي تجديدها المالية هتتولى التجديد. جميل. هل في مبادرات الفترة القادمة لمتوسط الدخل، مبادرات أخرى من البنك المركزي بيتم دراستها مثلا في الوقت الراهن؟ عشان إسكان؟ عشان الإسكان أو عشان تقديم سبل دعم أيضا للطبقة المتوسطة. لا، هو في قروض الشخصية، يعني بنوفر لهم قروض الشخصية، ومع انحسار مستويات الفايدة بتساعدهم. وبعدين احنا قلنا هنيسر لهم من ناحية قدرتهم على الاقتراض. احنا كنا حطينا حدود للاقتراض وبعدين زودنا هذه الحدود من شهر، فزودنا قدرتهم على الاقتراض والبنوك تقدر تقرضهم بنسبة اكبر بالنسبة لاحتياجاتهم، مع تقديم بعض التيسيرات ايضا للحصول على هذه. لكن في مبادرة للمبادرتين للتمويل العقاري 100 مليار الاثنين، واحدة ب50 للمنميين نفسهم عشان نساعد السوق العقاري انه يعني يكبر اكتر، ودي ان احنا بنخصم لهم اللي هي مستحقاتهم من العملاء 50 مليار بسعر فايدة منخفض. وحقيقة هي حقيقي مطلوبة، لانه احنا كبنوك نسبة المحفظة التمويل العقاري في البنوك صغيرة جدا. يعني 35 مليار هي في البلاد التانية بتبقى 50% من اجمالي القروض او 70% من اجمالي القروض. يعني مئات المليارات. فالتمويل العقاري لسه مش مقترض من البنوك كتير. مبادرة تانية ب50 مليار لمشتري الوحدات انه يقدر يسدد على 20 سنة. فدي طبعا غير قبل كده كان يستلب ب22% و24%، النهارده بيستلب ب10 او 11% على 20 سنة. فطبعا دي برضو مبادرة جيدة جدا. بس احنا لما سألت المنميين ليه مش بتستخدم، قالوا عشان مش قادرين نرهن الوحدات. الفرد مش قادر يرهن الوحدة للبنك عشان ياخد القرض، لأن البنك هو ده ضمانه الوحيد. لأنه الأرض اللي واخدها المنمي من الحكومة مش مسجلة، لأنه هو بيسدد على أقساط. فإحنا طلبنا من الحكومة إنها تسجل للمنميين الأرض، أو تعمل نظام عقود تعاقدي بحيث تسمح للبنوك انها تقدر تسجل هذه الوحدات عشان تستخدم الفلوس. وكان في استجابه من ناحيه الحكومه بالسيد الزايد سيد وزير العدل عمر مروان، قال لا انا هشتغل عليها، وعمل لجنه واحنا بعتنا ممثل في اللجنه دي عشان نحل. زي بقول لحضرتك التعاون مهم جدا. صحيح صحيح صحيح. وزي ما حضرتك قلت برضو انه من التحديات اللي بتظهر ده بيدينا فرصة ان احنا ندرس وبعدين نحاول نوفر سبل تيسر على المواطنين بمختلف فئاتهم. بس احنا يعني الفكرة الكويسة ان احنا خلاص بنقتحم المشاكل. يعني بنقتحم المشاكل وبنحلها. طيب احنا يمكن واحنا بنتكلم على القطاع الصناعي بنتكلم على الصعيد المحلي. انما بنظر ايضا وهي نظرة مهمة للسوق الافريقية. يمكن في حديثنا مع عدد من المستثمرين في منافسة كبيرة جدا، وشايفين اهتمام من دول العالم المختلفة للاستثمار في أفريقيا. يمكن بعض المستثمرين المصريين لسه تحركهم في السوق الأفريقي مش قوي، وجزء منهم بيعلل ذلك بأنه القطاع المصرفي مش في ظهره، مش زي الصين مثلا. الصين لما بتتواجد في أفريقيا فقطاع المصرفي الصيني بيمول موجود في ظهرهم. لا، عندنا في شركات شغالة كويس في أفريقيا. صحيح. مش كتير بس شغالة بحجم ضخم. مفيش داعي لذكر الأسامي، ولكن احنا برضو أنشأنا إدارة لأفريقيا جوه البنك المركزي ومتوليها وكيل المحافظ دكتورة نجلاء نوزي،
واحنا الفتره اللي فاتت دي عملنا نشاط كبير قوي في افريقيا من ناحيه العلاقات. يعني احنا بدانا مثلا بتدريب البنوك المركزيه الافريقيه في مصر، ويمكن دربنا اكثر من 17 بنك مركزي، 800 متدرب جم هنا في المعهد المصرفي، وبيجوا البنك المركزي ويتدربوا جوه البنك المركزي، وبندرب بعض الدول العربيه، العراقيين مثلا بيجوا بنك مركزي ويتدربوا. فدي حاجه. الحاجه الثانيه احنا انشانا شركه لضمان مخاطر الصادرات لافريقيا. يبقى القطاع الخاص المصري لما يجي يروح يشتغل مع افريقيا يقدر يضمن فلوسه، انا بضمنها له. وكمان مش بس يقدر يضمن فلوسه، لما يجي يدخل في عقد مع حكومه من حكومات افريقيا، عقد مثلا مقاولات، يقدر يبقى رايح ووراه تمويل من عندي. يعني بيبقى عارض الشروط بتاعته كمورد او كمقاول، وكمان بيقول لهم انا مستعد ايه اخد فلوسي مثلا على 10 سنين. فاحنا عملنا اسسنا شركه ضمان الصادرات، بقالنا سنتين بندرس فيها وبحثنا فيها مع مؤسسات الحكوميه في ايطاليا والمانيا، وخدنا نماذج من هناك وجبنا خبراء معانا من الخارج مع بنك الصادرات والواردات الافريقي، وبقالنا سنتين بنشتغل فيها، ودلوقتي بنأسسنا الشركه قانونيا، ودلوقتي بنأسس بقى الادارات فيها وبنحط السياسات وبنحط قواعد العمل وبنختار الرئيس التنفيذي الى اخره. يعني جميل. فدي هتساعد، دي بنك مركزي مجلس اداره اعتمدها، راس مالها 600 مليون دولار، يعني شركه ضخمه. جميل. فاذا السوق الافريقيه موجوده في الخطه والتواجد موجود، انما هنتواجد بشكل اكبر الفتره القادمه. اما بنوكنا ان هي هناك، طبعا حقيقه بنوكنا يعني ما بصتش لافريقيا السنين اللي فاتوا، لكن بدات تنظر الى افريقيا، واحنا بنحثهم ان هم يشوفوا الفرص بالنسبه لافريقيا. انا شخصيا قعدت مع بنك استثمار دولي كبير وطلبت منه يبحث لنا على بنك في افريقيا، في شرق افريقيا، ان احنا نشتريه، يبقى بنك موجود. وحقيقه هم قالوا لنا على بنك موجود في 6 دول شرق افريقيا، واحنا بنشوف اذا كان ممكن نقنع المساهمين يبيعوا لنا نسبه حاكمه فيه. تمام. ده مهم جدا، طبعا في فرص واعده في السوق الافريقي. واحنا برضو كنا عملنا مؤتمرات كتيره لافريقيا في مصر السنتين صحيح. اللي فاتوا صحيح، وكانت ناجحه جدا واتبسطوا جدا، وحلينا مشاكل كتير في تجمعات افريقيه موجوده اقتصاديه. يعني بنك التنميه الافريقي كان فيه مشكله كبيره بين الدول الغربيه والدول الافريقيه، مصر قامت بدور قيادي في حل المشكله وحليناها، وزياده راس المال، وقدرنا نقنع الدول الغربيه انهم يزودوا راس المال، ومصر موافقه برضه طبعا على زياده راس المال، يعني شغالين في ملفات كتير في افريقيا. يعني جميل. ده مهم زي ما بقول، وطبعا بننسق مع وزاره الخارجيه على طول. يعني بالطبع ده بالغ الاهميه، لانه في فرص واعده في السوق الافريقيه، وفي منافسه كبيره دلوقتي موجوده على الصعيد الدولي، دول كتير مهتمه بالاستثمار في افريقيا الفتره القادمه، وخصوصا زي ما قلت انه في فرص واعده للاستثمار في افريقيا بالفعل. هو طبعا المهم ان احنا نبدا بجوه عندنا. لما هنقوم الصناعه ده اللي هيدينا دفعه للخارج. طبيعي بقى هتبص لقى حضرتك ان هم ابتدوا بقى، لكن طول ما هم عندهم مشاكل هنا في السوق الام، طب هو ازاي هيصدر يعني؟ صحيح صحيح. هنتقل لقطاع اخر، وهو قطاع السياحه، واللي يمكن في بدايه حديثنا حضرتك تفضلت بانه بالفعل حصل فيه طفره، وده اللي بان في ايرادات قطاع السياحه، انما مقاومتنا السياحيه تستحق ان احنا نحقق اكتر من رقم ده كتير جدا باذن الله. البنك المركزي دعم قطاع السياحه خصوصا في فتره التعثر الشديده بعد 2016، وانما عرفنا كمان انه في دعم اخر لقطاع السياحه في الوقت الراهن، وزاد من يمكن كان 5 مليار بقى 50 مليار اعتقد. انا اقول لحضرتك، هو طبعا انا زي ما قلنا في اول الحديث ان الدعم الاساسي كان استقرار الحالة الأمنية. نعم. عشان السياح ترجع كده. بس أنا عايز أقول كمان وأدي برضو حق للبنك المركزي ومجهود اللي قام بيه البنك المركزي، إنه زي ما كان تحرير سعر الصرف لبعض الأوجاع على المواطن، تحرير سعر الصرف كان ليه أثر كبير في زيادة الإيرادات السياحية. لأنه خلاها منافسة. صحيح. ما احنا لازم ما ننساش انه تحرير سعر الصرف زي ما كان ليه عيوب ليه فوائد.
ايه فوائده؟ ان هو السياحه النهارده بقت منافسه، لما الدولار كان في وقت 17 و16 و18 خلى المنشاه السياحيه تقدر تنافس في اسعارها البلاد المحيطه. فساعدت في الزياده برضه. الحاجه الثانيه مثلا سعر الصرف لما زاد عمل حمايه للصناعه المحليه. انا جالي هنا ناس مصنعين قالوا لي احنا كنا قفلنا عشان البضاعه اللي جايه من الصين. السعر الجديد ده خلانا نقدر ننافسهم لان هم بقوا غاليين. ما هو بقى الدولار بكذا فبقت الحاجه اللي جايه غاليه. فيعني ما هو احنا برضو يعني بص حضرتك لازم نضحي عشان نكسب. يعني عشان نبقى شاطرين لازم نضحي عشان نكسب، ما هو مش ممكن نكسب من غير تضحيه. فيعني لكن فكره ان انا عايز ابقى كويس من غير ما اضحي بحاجه مش هيحصل، ما بتحصلش، بتبقى صعب. جميل. طيب يعني لازم الواحد يتعب عشان ينجح. مظبوط، مش كده؟ مظبوط. بس طيب. فيعني هي كانت الحكايه كده. قطاع السياحه ايه نوع الدعم اللي مقدم ليه في الفتره الراهنه، وخصوصا بانه العالم كله ولا ابالغ بينظر لمصر في 2020 مع افتتاح المتحف المصري الكبير. ايه نوع الدعم اللي مقدم الان لقطاع السياحه عشان نحاول نديله دفعه انه يحقق ايرادات اعلى باذن الله الفتره القادمه؟ احنا عاملين تبرعات طبعا للمتحف المصري، القطاع المصرفي، المتحف المصري الكبير. قطاع السياحه احنا قعدنا معاهم، هم حصل لهم مبادره في 2013 على ما اعتقد ان احنا مدينا استحقاقاتهم ان هم ما يسددوهاش، اخرناها. فضلنا نمدها سنه في سنه، بتهيألي بقى لها 7 سنين بتتمد. وودينا لهم اخيرا، ولو انه احنا كنا قلنا دي اخر سنه، يعني قعدنا معاهم طبعا طلبوا مد اخر. لما قعدنا لقينا انه اللي احنا مدينا لهم كانوا الفنادق والشركات التي لم تكن متعثره قبل 2011. بس وجدنا طب واللي كانوا متعثرين؟ فابتدينا بقى نبص الملف اللي هم كانوا متعثرين. دول طبعا احوالهم اسوأ بكتير، بالذات الفنادق اللي هي في طابة ونويبع وسانت كاترين الى اخره. فدول عملنا لهم برنامج لاعفاءات من فوائد وبعض الديون. وبرضه هنقعد معاهم واحد واحد، بس عملنا لهم المبادرة دي وهم ساعدوا بيها جدا. زائد ان احنا قلنا هنعمل مبادرة لتمويل، وجدنا ان عدد كبير من الفنادق غير جاهز لاستقبال السياح. لان العشر سنين اللي فاتوا بسبب بعد 2011 طبعا الفنادق دي تعبت والعماله برضو في عماله مشيت. فاحنا خصصنا لهم، الاول كنا عملنا مبادره بخمسة مليار لتجديد الفنادق، دلوقتي خليناها 50 مليار لاننا العدد كبير. وهو قطاع السياحه كله واخد 35 مليار، فلما نحط 50 مليار لتجديد الفنادق فهي بصراحه مبادره ضخمه يعني. وبسعر فايده برضو منخفض يعني. احنا بصراحة مش بنتأخر عن اي قطاع في الدولة، لان احنا هدفنا ان كل الدنيا تقوم. صحيح. واحنا الحمد لله كان عندنا مشاكل كام سنة اللي فاتت، الحمد لله خلاص مشاكلنا تخطيناها. واحنا جاهزين النهاردة بقى ان احنا نساند الايه التمويل، بس طبعا التمويل المدروس الرشيد اللي يجيب الفلوس تاني يعني. الحكاية مش يعني اي حد هياخد فلوس وخلاص. صحيح. يعني صحيح. لازم على اساس. نعم. طيب هذه المبادرات قطاع الصناعة، مشروعات صغيرة متوسطة، التمويل العقاري، السياحة، ايه الرؤية العامة لهذه المبادرات المنتظر منها على مدار، لو بصينا على المدى المتوسط او على المدى البعيد او حتى على المدى القصير؟ لو توسط منها نسب التنمية هتزيد، ونسب البطالة هتنخفض تاني، وهي انخفضت من 13.5 ل 7 وشوية. مظبوط. لا تنخفض تاني. ودي تبقى حاجة عظيمة جدا. هو اوريدي مستويات البطالة هنا عندنا منخفضة بالنسبة للبلاد الناشئة يعني. لكن احنا طبعا هدفنا ان احنا نعمل مزيد، لان الاقتصاد المصري محتاج، عنده احتياج للنمو. يعني مش يعني ميزه مصر ان هي مش زي بلاد كتير خلاص ما فيش مجال فيها للنمو. لا، احنا محتاجين تنميه في قطاعات كتير. فدي معناها انه في مجال ان الاقتصاد ينمو. وبعدين الجهاز المصرفي الحمد لله، انت عارف حضرتك النتائج، هو البنى ما بيحصلش، ما فيش حد واحد وبيعمل البنى. البنى بيجي طوبه على طوبه، جيل على جيل، اداره على اداره. فاحنا برضو القطاع المصرفي قطاع وضعه كويس جدا، لانه مش من النهارده او من لما انا، لكن لا من قبل ما انا اجي حصل فيه اصلاحات كتير.
فمدينا ادانا الفرصه، لان كان في مشاكل كتير في القطاع المصرفي زمان واتحلت، والبنك المركزي قام بدور كبير فيها. فالقطاع المصرفي نسب السيوله فيه ضخمه، اعلى نسب سيوله موجوده في الدنيا كلها. ففي مجال ان احنا نزود قدرتنا على النزول الى السوق بالاموال. رؤوس امواله جيده جدا، بنطبق المعايير الدوليه بازل 3 باي اف ار اس 9، طبعا دي حاجات متخصصه بس احنا في لجنه بازل وفي اللجان العربيه في صندوق النقد العربي واللجان الفنيه، وبالعكس لينا دور كبير وايجابي. فاحنا وضعنا من ناحيه البنوك وضع جيد، الديون المتعثره عندنا اصبحت نسبتها منخفضه جدا، اقل من اوروبا. احنا مثلا 4.5%، بره هتلاقيهم 8% و10%. السيوله عندنا بالنقد الاجنبي جيده. ادارات البنوك الحمد لله يعني خدت خبرات كبيره في مراحل مختلفه صعبه في تاريخ الاقتصاد المصري. واحنا عملنا تغييرات كبيره برضو في القطاع المصرفي، لان طبعا التجديد مهم والشباب مهم وتجديد الدماء والفكر. وحضرتك عارف بقى النهارده احنا محتاجين، وبنحط على مجالس ادارات البنوك ناس ليها بتفهم في التكنولوجيا الماليه وفي بنوك الاستثمار، وبنحس البنوك انها تعمل في عمل بنوك الاستثمار اكتر من كده، من اجل الترويج للاستثمار الاجنبي، ومن اجل تبص على المشروعات من الناحيه الاستثماريه مش من الناحيه التمويليه فقط. فاحنا طبعا بنوك القانون الجديد للبنوك، وده مفخره لمصر وهيكون حمايه كبيره قوي للجهاز المصرفي والاستقرار النقدي في البنك المركزي. عامل حوكمه للبنك المركزي بيوضح صلاحيات المحافظ والاداره التنفيذيه وصلاحيات المجلس، بحيث ان مفيش شخص يقدر يجي ان هو ياخد قرارات تقدر تمثل خطوره على البلد. لازم نحمي البلد. ففي حوكمه دلوقتي في القانون الجديد، السياسات الرئيسيه والقرارات المهمه في يد مجلس الاداره مش في يد شخص المحافظ واللجان المختصه. حوكمه في البنوك برضو عشان يبقى في رقابه على مستوى ادارات البنوك، مجالس الاداره ازاي بتراقب الادارات التنفيذيه بجد، وبنتابع المحاضر واللجان اللي هي لجان الحوكمه جوه البنك ولجان الرقابه. ولما بيحصل حاجات مش مظبوطه بنعمل تغييرات. والقانون فيه ترخيص لهذه المناصب، لان الترخيص هو اداه الدوله في ضبط الايقاع في السوق. زي ما حضرتك كده بترخص مستشفى، فلو مثلا الاداء فيها مش كويس بتعاقبها عقوبات مختلفه متدرجه وممكن تقفلها. احنا برضو بنقول كده ان احنا بنعاقب، يبقى عندنا قدره ان احنا نعاقب لو في حاجات مش سليمه او ممارسات مش سليمه، لان ده سمعه الدوله واستقرار المالي فيها هو صحيح. الجهاز المصرفي. وعاملين نظم يعني نظم كتيره حطيناها في القانون، بالذات في فصل كبير عن التكنولوجيا الماليه وعن المدفوعات. وطبعا الشغل اللي احنا عاملينه مع اجهزه الحكومه والدوله والوزارات في نظم الدفع كبيره، وشغل كبير بتعمل بالذات مع وزاره الماليه. طبعا الميكنه اللي عملناها كتير بالنسبه للجمارك، بالنسبه للحساب الموحد للماليه هنا عملنا شغل كبير قوي احنا وزاره الماليه في توحيد الجهاز الحساب الموحد كان في 60,000 حساب. دلوقتي الماليه لا بتقدر تسيطر على الانفاق عن طريق حساب موحد الى اخره. في شغل كتير يعني بصراحه بيتم. وبعدين احنا بنشتغل مع خبراء اجانب معانا من انجلترا في عمليات تطوير التكنولوجيا الماليه، وفي عمليه البنوك الرقميه عشان نقدر ندخل نوصل للسوق بسرعه، ونيسر على المواطنين موضوع البلوك تشين عشان المواطن ما يروحش كل مره البنك يطلب منه نفس البيانات هي مره واحده، ويبقى ده متوفر لكل البنوك عن طريق البلوك تشين. تمام. فحاجات يعني جميل. مش هقدر حضرتك مش هنقدر نتكلم عليك ولا، بس يمكن حضرتك تطرقت لقانون البنك المركزي الجديد ولقى موافقه مبدئيه من مجلس النواب. برضو عايز اتحدث عن ابرز ملامحه اللي حضرتك تطرقت اليها، وخصوصا الجزء الخاص بالعالم الجديد اللي بقى داخل على العالم كله. فاصل سريع وهنستكمل حوارنا مع حضراتكم، ارجوكم ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم معانا مرة تانية. ويمكن الجزء الأخير اللي عايزين نتحدث بشأنه هو مشروع قانون البنك المركزي الجديد والقطاع المصرفي، واللي يمكن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المصري وافقت عليه من حيث المبدأ،
ايه ابرز مميزات هذا القانون وبيعالجه من امور كانت موجوده في القانون القديم ده؟ يمكن اللي هنبدا حوارنا بيه او نستكمل حوارنا بيه مع سياده المحافظ محافظ البنك المركزي السيد طارق عامر. برحب بحضرتك معانا مره ثانيه يا فندم. ويمكن هذا القانون حضرتك تطرقت اليه وتحدثنا عنه بعض الشيء، انما عايز اعرف اهم ملامح هذا القانون، ازاي هيدي دفعه للقطاع المصرفي في مصر الفتره القادمه بعد اقراره، ايه المعوقات اللي كانت موجوده قبل كده واللي بالتالي تجاوزناها من خلال هذا مشروع القانون الجديد؟ أنا هبسطها عشان يبقى مفهوم الفكرة اللي وراه أو الهدف النهائي. يعني هو الهدف النهائي إن إزاي الخدمات المصرفية تنتشر على مستوى الجمهورية تصل للمواطنين، إذا كان تحويلات أو ادخار أو عملية قرض صغير، إزاي إن احنا فعلا نوصل لكل المناطق نوصل للقرى. فالفكرة عشان نقدر نعمل كده لازم في تنافسية بين البنوك، يعني لازم في منافسة. المشكلة اللي عندنا حاليا انه طبعا ودي بتبقى في بلاد كتير اللي هي فيها المالية العامة بتقترض، فالبنوك بتعمل جزء كبير من ارباحها من الاستثمار في ادوات المالية العامة. يعني فالبنوك يمكن حاطة اكتر من 2 تريليون جنيه في ادوات المالية العامة. لو المالية العامة ما بتقترضش الاموال دي كان البنوك كانت تضطر لازم تنزل الفلوس دي الاسواق، والا لازم توظفها لانها بتدفع عليها فوائد. ففي الظرف ده احنا المفروض ان احنا نحط اطار ان احنا نخلي البنوك ازاي نحثهم على التنافسيه اكتر، وعلى ان احنا نقدر نراقبهم اكتر عشان ونقدر نحفزهم عشان ينزلوا الاسواق. لان احنا هدفنا ان في بعض المليارات مئات المليارات لازم تبتدي بقى تنزل الاسواق اكتر. ده الهدف من القانون. فالهدف الثاني ان احنا نقدر نحافظ على هذه الودايع انها بتستخدم باسلوب رشيد، وطبعا البنوك عملت تطور كبير في هذا، ولكن طبعا احنا محتاجين المزيد. لان بيحصل برضو بعض الامور اللي بتبقى مش سليمه في بعض البنوك، ودي مش كتيره، لكن طبعا محتاجة يعني ان الرقيب يبقى عنده ادوات انه يقدر ينفذ ارادته في البنوك. جميل. فالبنك القانون القديم كان مختلف. مثلا احنا المفهوم كان خاطئ بالنسبة لتكوين مجالس ادارات البنوك. المفهوم كان انه رئيس البنك هو بيختار اعضاء مجلس ادارة البنك. فبالتالي فكر في الإدارة العليا الحوكمة أنه مجالس الإدارة في الخارج هي اللي بتنتخب وبتعين الرئيس التنفيذي وتراقبه وتغيره أو تحتفظ به على حسب الأداء. فهي مجلس الإدارة هو اللي بيراقب، على فهو السلطة العليا في البنك. احنا كان عندنا الوضع أن رئيس البنك هو اللي بيعين أعضاء مجلس الإدارة، فبالتالي هم بيبقوا طبعا حاسين ان هو ده رئيسهم. هو في الواقع هو العكس. فاحنا القانون الجديد طبعا البنوك المركزيه صلاحياتها اتغيرت بعد الازمه الماليه ب 2008. خدت صلاحيات كبيره جدا عشان تضمن انه الاسواق ما يحصلش فيها الافلاس اللي حصل ده قبل كده. فاحنا برضو قانوننا القديم بقاله 15 سنه. هو قديم جدا. في حاجات كتير ناقصه فيه. واحنا جبنا مكاتب محاماه من انجلترا ومحامين من مصر وقانونيين، ومع البنك الدولي مؤسسات دوليه وصندوق النقد الدولي، وبقالنا سنتين بنشتغل على القانون ده بحيث ان هو يواكب المعايير الدوليه. برضو ان القانون بيواكب المعايير الدوليه بتدي مصداقيه للاقتصاد المصري، لان المراقبين بره باصين عليه ومنتظرينه وعارفين ده اثره ايه. ومهم جدا في الحفاظ على مقدرات البنوك في المستقبل، وبرضه في الحفاظ على يعني الرشد والاسلوب المهني اللي البنوك تعمل بيه والتطور اللي يحصل. احنا طبعا البنوك يعني في الفتره اللي فاتت تحملت مسؤوليات كبيره وكانت معانا في الفترات الصعبه، لكن احنا دايما ما بنستكفيش ابدا الا ان احنا عايزين دايما نطور. فعايزين نطور، عايزين نشوف البنوكنا بتروح الاسواق الدوليه تصدر سندات في السوق الدوليه. ما عندناش ولا بنك أصدر سندات في السوق الدولية، يمكن إلا البنك الأهلي في 2009. فبنوكنا جيدة، ليه ما بنروحش الأسواق الدولية؟ ليه ما فتحناش في الخارج؟ ليه ما عندناش عمل بنوك الاستثمار؟ يعني ليه بس البنوك التجارية؟ ليه البنوك بتاع عندنا
ما عندناهاش أزرع استثمارية بتعمل زي شركات الاستثمار دي بتساعد مصر كتير في الاستثمار الأجنبي. ففي يعني الحوكمة، تضارب المصالح، فالقانون بيعالج هذا الموضوع عشان ما بقاش فيه مجاملات. يعني ما بقاش أنا واروح عين ابني عند البنك التاني والبنك التاني عين ابنه عندي وحاجات كده يعني. مثلا إنه ما يبقاش الإدارة قرار بيجي من فوق يعني سلفوا العميل ده، لا، في إدارات مختصة بتاعت مخاطر، في لجان مراجعة داخلية، في لجان حوكمة، في لجان التزام، عاملين ترخيص في القانون الجديد. المناصب الرئيسية لازم ترخيص من البنك المركزي. ففي حاجات كتير في القانون الجديد. المخالفات، عاملين نظام حماية للإبلاغ للموظفين اللي بلغوا للبنك المركزي، نظام حماية وسرية ليهم، وده اسمه ويسل بلوينج سيستم، موجود في الخارج. القانون الجديد في حاجة مهمة جدا، ان هو بيفتح مجال لأول مرة للبنوك المتخصصة والبنوك اللي هي اسمها تير تو بانكس، اللي هي البنوك اللي هي بنوك أخرى أصغر متخصصة. ممكن يبقى بنك للمدفوعات فقط، ممكن يبقى بنك لتمويل المشروعات الصغيرة فقط. جميل. ودي هيتحط لها كلها قواعد رقابية مختلفة. فاحنا بنفتح المجال السوق بتاعنا لمستثمرين مختلفين يشتغلوا، بحيث نساعد في تقوية الوساطة المالية ووصول برضو المدخرات إلى المجتمع بأسلوب جيد وسريع وبتكلفة. برضو في إن احنا لازم بنشوف كل الخدمات المصرفية، لأن في ناس بتشتكي إن خدمات مصرفية غالية في بعض البنوك. لا، عايزين ان احنا يعني نتاكد انه ما فيش مبالغه. وفي القانون برضو فصل عن حمايه العملاء، حمايه حقوق العملاء، حمايه حقوق العملاء، ودي اداره في البنك المركزي هتبقى مسؤوله عن حمايه حقوق العملاء. فبرضو العميل اللي بيروح ومثلا مش مبسوط من الخدمه، مش مبسوط من الاسعار، او عنده مشكله في عمليه مع البنك، يلجا لمين؟ فده برضو موضوع عاملين. ففي في القانون، قانون هو قانون مفخرة حقيقة، ده بشهادة مستشاري مجلس الوزراء وبشهادة الناس اللي اشتغلوا معنا فيه، وهينقلنا نقلة كبيرة. وده معمول عشان المستقبل يعني. جميل. بما انه معمول عشان المستقبل، وبعدين هيعمل حوكمة للبنك المركزي كمان. جميل. طيب بما انه معمول عشان المستقبل، ويمكن في حاجة هي مبقتش مستقبل، هي بقت حاضر وبيكثر الحديث عنها، موضوع والعملات المشفرة، ويمكن هناك بعض البلاد اللي بدأت تشتغل بالفعل ان يكون عندها عملة رقمية. هل ده محطوط في الاعتبار ان يكون لي بعض الضوابط في القانون؟ ليه ضوابط. مش يبقى زي البيتكوين والحاجات اللي ملهاش بنك مركزي وراها بيحميها. لان احنا طبعا احنا كنا حذرنا من موضوع التعامل في البيتكوين، لان هي احنا كنا شايفين ان ده نوع من المضاربة اللي ملوش اساس علمي ان انت تستثمر الاموالك فيه. ولكن إن إصدار الأموال الرقمية لازم يكون البنك المركزي مراقبه ومتابعه، وراء احتياطيات، وراء رصيد، فعشان يبقى نحافظ بس على المجتمع وعلى حقوقهم يعني. جميل. طيب احنا فين من مش هتكلم بقى العملات المشفرة، انما من فكرة العملات الرقمية. الصين بدأت بتدرس الموضوع بشكل قوي وعايزة تطلق اليوان الديجيتال او الديجيتال يوان. اين نحن من هذا العالم؟ كيف نراقبه ونتابعه عشان نقدر نواكب؟ لان واضح الموضوع داخل بقوة، ويمكن خلال 5 أو 10 سنوات نلاقيه موجود بشكل قوي في الأسواق. احنا بدأنا باعطاء تراخيص للبنوك للخدمات المصرفية الرقمية. واعطينا ترخيص لعدد من البنوك. طبعا بيبقى في معايير معينة بنبقى طالبينها في البنوك دي، ان احنا بندي لهم تراخيص، لان طبعا المعاملات المصرفية الرقمية سريعة وتزود كفاءة الأداء في الخدمات المصرفية. ففي بنوك ابتدت ان هي شغالة برضو مع بيوت خبرة عشان هتطلق خدماتها المصرفية الرقمية. ده البنك الأهلي وبنك مصر وبنوك أخرى خاصة أو أجنبية. فإحنا شغالين في الحتة دي. أما بالنسبة للعملات الرقمية فدي لسه بقى إحنا بندرسها يعني. لسه محل دراسة. طيب يمكن الواحد برضو ساعات بيشوف الخدمات المصرفية، يمكن ده بيساعد في تحقيق الشمول المالي في أوروبا والدول المتقدمة. بقت الناس أغلب الوقت يمكن حصل في فترة التطور من استخدام الأموال النقدية الورقية لما يطلق عليه في الخارج بلاستيك ماني، زي كروت الفيزا وما إلى ذلك. دلوقتي بنشوف إن ده بدأ يمكن يتقلص شوية مع وجود خدمات من خلال الهاتف المحمول، إنه الناس بقت بتدفع من خلاله على طول. هل إحنا برضو في الاتجاه إلى
يعني رؤية مدى يمكن الاستفادة من هذه النوعية من الخدمات الحديثة والتكنولوجيا لإدخالها احنا في سوق مصر؟ أطلقنا خدمة الهاتف خدمات الهاتف المحمول وعندنا 12 مليون متعامل، فاحنا موجودين يعني على الطريق اوريدي موجودين وبنتوسع فيها. بالنسبة للكروت البلاستيك طبعا هو اتجاهنا ناحية الشمول المالي هو استخدامه، وبرضو أطلقنا أول كارت مصري حقيقي والسيرفرات بتاعته جوه مصر، لأن احنا عايزين نحمي بياناتنا ونحمي تعاملات أفرادنا، وطبعا ده بنعتبره موضوع أمن قومي. فبالتالي المحول جوه مصر والكارت ميزة، وأصدرنا 5 مليون، هدفنا نصدر 5 مليون كارت ميزة السنة دي وبنتوسع فيه. جميل. يعني شغالين احنا في هذا الاتجاه الحمد لله، خدنا خطوات يعني على ارض الواقع يعني. جميل. اعتقد من الحاجات برضو اللي قطعنا فيها شوط كويس موضوع البلوك تشين، انه النهارده بقى العميل مش مضطر انه كل مره يروح لبنك عشان يفتح حساب يقعد يبدا الموضوع من انه يقدم بياناته واوراقه والكلام ده كله. مظبوط. ده موجود بالفعل حاليا. مظبوط. احنا عندنا بلوك تشين وبننفذ عليه حاليا موضوع الكي واي سي اللي هو بيانات العميل، بحيث انها تبقى مره واحده بس، يبقى افيلبل لكل البنوك موجوده، مش محتاج كل مره ان هو يروح يعمل. وبعدين بنغير على موضوع البصمه الالكترونيه الى اخره. ده رائع جدا الحقيقه. انا بشكر حضرتك على هذا الحوار الثري واللي كان كله معلومات مهمه جدا اعتقد بتهم كل الناس. يعني ختاما، رؤية حضرتك بشكل عام كده ل 2020 ان شاء الله؟ انا السنة دي الحمد لله متفائل جدا بصراحة. ويعني انا برضو يعني رجل حذر يعني، لان مكاني وشغلي وطول عمري طبيعة عملنا بيتطلب مننا الحذر، لكن انا يعني متفائل جدا ب 2020 والسنوات اللي بعدها. واقدر اقول يعني انه رسالة يعني للناس، ان احنا وضعنا الاقتصادي اصبح قوي. دي حقيقه. يعني الجدال في ده يعني ما لوش اساس علمي. وخلاص هو احنا دلوقتي ملتفتين للتنميه. والحمد لله كل العوامل والبنيه التحتيه من اجل التنميه اكتملت، ووضعنا المالي والنقدي اللي هو يساعد من اجل التنميه. انا كان نائب المحافظ في دوله عربيه قريب في شمال افريقيا، قال لي ده البنوك ما عندهاش فلوس تسلف. ده قروضها اكتر من ودائعها دلوقتي. فهم مشكلتهم ما عندهمش فلوس يسلفوا في السيوله. فلا احنا وضعنا الحمد لله جيد. وضعنا جيد وقوي لدرجه تحمل لا قدر الله اي صدمات بتحصل في على مستوى العالم مع هذه الصراعات التي نتابعها. احنا يعني عاملين حسابات هذه الصدمات، وبنعمل حسابات حتى لو في اسعار بترول دوليه او في احداث سياسيه في المنطقه. وعاملين حسابنا، لان احنا ما نقدرش نحمل المواطن حاجه تاني. احنا عارفين كده. لكن مثلا في الاسبوع الماضي لما حصلت احداث سياسيه في ايران، مقتل اللي هو المسؤول الايراني في العراق، وحصل احداث في ليبيا مع تركيا، اللي حصل في الاسبوع ده اموال الاستثمار الاجنبي دخلت بزياده عندنا. ويمكن اعلنا الغرفه عندنا اعلنت دخل 1.7 مليار دولار. ويمكن حضرتك شفت على اثارها ان اسعار الصرف انخفضت. صحيح. فده هو وضعنا على مستوى العالم. انه بالرغم من التحديات والصراعات اللي بتحصل، الا انه السوق المصري مكتسب ثقته بقدر تسمح بانه اي هزه بتحصل بيبقى ثقه المستثمر على طول في السوق المصري. ان شاء الله ندافع عن هذه الاوضاع. دايما. وإن شاء الله إن الناس دايما تشعر بتحسن على مدى السنوات الجاية. ضروري إن شاء الله يشعروا دايما بتحسن. يعني طبعا هي الحياة في عمومها مش سهلة وعايزة الكفاح، وإحنا بنكافح. وطبعا إحنا مش في منطقة سهلة، ومصر بلد دايما طول عمرها منظورة. إحنا في الفترة الأولانية كان علينا يعني حروب صعبة يعني. صحيح. هي مش حروب يعني حروب، لكن حروب اقتصادية. لأن احنا ما كانش لقينا يعني، رحنا دول أجنبية ما حدش ساعدنا وقتها. وبعدين اللي حصل انه سوق العملة والاضطراب اللي كان فيه قوة بتعمل فيه ضد مصلحة البلد. نعم. فاحنا الحمد لله قدرنا اننا نهني الموضوع ده يعني نهاية تامة يعني.
وده طبعا أثره على الاستقرار موجود واضح يعني. صحيح صحيح. بإذن الله كمان الأعوام القادمة يبقى مزيد من الاستقرار ومزيد من التنمية ومزيد من القوة للاقتصاد المصري بصفة عامة إن شاء الله. لا بإذن الله ربنا يوفقنا إن شاء الله يا رب إن شاء الله. سيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، بشكر حضرتك على وقت حضرتك وعلى هذا حضرتك يعني تفضلك شرفنا هنا في البنك المركزي، وان شاء الله يعني احنا يعني وعدنا قبل كده واعتقد وفينا، وان شاء الله ان احنا نوفي الفتره الجايه باذن الله رب، وكلنا ثقه في ذلك ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا ان شاء الله يا رب. مشاهدينا الكرام بشكركم على طيب المتابعه، ودائما ابقوا معنا لتتابعوا كل ما تنتظروه من معلومات من تحليلات ومن شخصيات بالغه الاهميه ان نستمع لحديثها وتحليلها حول القطاعات المختلفه. ارجوكم دائما ابقوا معنا، بشكركم على طيب المتابعه. Thank you.